أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في التسعين، وأبرز ما نناقشه اليوم: الساريه والصقور يتأهلان معا إلى الدوري الممتاز، فصول جديدة من الإثارة وكواليس في دورينا ومصير النهاية مجهول، مباركات صعود وإلغاء هبوط بين أندية الممتاز والدرجة الأولى، والحكاية متهالبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، أكيد موعد جديد من برنامج في التسعين، اليوم مع محللينا في الاستوديو وكذلك السيد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني اللي حينضم لنا لاحقا بإذن الله. نرحب بداية رمزي سويكر، أهلا ومرحبا بك، منور دايم. مرحبا بك اخوي مراد، ونرحب بكبات المعنا الموجودين في الحلقه وجميع العاملين في قناه دبليو تي في. شكرا رمزي علي، منور دائما. مساء الخير اخوي مراد، ومساء الخير لكل مشاهدين قناه الوصل. نرحب كذلك بعادل الخمسي. اهلا بك مراد، طبعا حييك ونحيي جميع الزملاء كما احيي جميع مشاهدي قناه دبليو تي في. اهلا ومرحبا بك عادل، منورنا استاذ عبد الرحيم، اهلا ومرحبا بك. نورك ومساء طيب لك مراد، مساء طيب زملائي الكرام، مساء طيب للساده المشاهدين. أكيد كباتن، في الجزء الأول سنتحدث عن تأهل كل من أساريا وفريق الصقور إلى الدور الممتاز بكل تأكيد، بعد رحلة طويلة وعناء وشقاء بكل تأكيد لكل فرق أندية السباعي، سباعي الصعود إلى الدرجة الأولى، كلل بتأهل الفريقين مباشرة إلى الدور الممتاز، حكاية جديدة ورواية يكتب تفاصيلها الفريقين بكل تأكيد. وقبل ما نبدو مع الكباتن خلينا نشوف أجواء الفرحة من تأهل الفريقين. الحمد لله ربك انصفنا اليوم ورجعنا الممتاز، الحمد لله مع الظلم اللي صار لنا المباريات اللي فاتوا، لكن الحمد لله ربك انصفنا اليوم، وان شاء الله بنروح للزاويه فرحانين. وشكرا لاهل البيضه اللي وقفوا معنا اليوم، والله ما قصروا من بدايه من المعسكر لحد الان، وان شاء الله يا رب ان شاء الله نروحوا فرحانين، نوصلوا لخير النادي الزاويه ونفرحوا ناس الزاويه كلهم يا رب ان شاء الله. أكيد فرحة عارمة في كل من طبرق، مدينة السلام ومدينة الزاوية بكل تأكيد، بعد عبور وصعود الفريقين إلى الدوري الممتاز ليبدأن رحلة جديدة بداية من الموسم القادم. ونمشي مع الأستاذ عبد الرحيم.
معالم السباعي اتضحت وفريقان صعدوا مباشرة اللي هما أساريا والصقور، والظهرة ووفاق جنابية كتان الترتيب في كلا المجموعتين أو كلتا المجموعتين. بشكل عام شن تقول اليوم؟ أولا نبدأ بالتهنئة، هنو أساريا، أساريا برغم أنه يحمل اسم تاريخي لكنه حديث الولادة، ورغم من عمره لا يتعدى العشر سنوات إلا أنه استطاع أن يوصل للدوري الممتاز، وهذا إنجاز كبير. ونهنوا مدينة الزاوية، مدينة الزاوية احتبار الموسم القادم سيكون لها فريقين، ديربي جديد يضاف لدورينا، طبعاً يضاف ديربي جديد للكرة الليبية، بالإضافة أن الأولمبي السنة زاهرة بالنسبة له، والآن مرشح للسداسي وضع انتصارات الكرة في مدينة الزاوية. نهنوا كل مدينة الزاوية. نهني الصقور بالعودة، الصقور فريق عريق، فريق من فرق كرة القدم الليبية، كان في الستينات يلعب باسم طبرق، حتى السبعينات لما صار التعديل كان اسم فريق طبرق، كان اسم كبير في كثير من اللاعبين مروا به. من أبرز هؤلاء اللاعبين لعب في منتصف السبعينات، قاد الصقور إلى الصعود للدور الممتاز، من ذلك الوقت أصبح الصقور رقم صعب زي نجيب بورقيعة، قدم كثير من اللاعبين المنتخب، سعد عوض، صافي بكر، كثير من الأسماء الكبيرة قدمهم في التاريخ. طبعا هنوا مدينة طبرق وهنوا الصقور اللي عاد لمكانه الطبيعي. يعني حقيقة قلت بأن الصقور عانى من ظلم الجغرافيا، ماذا تقصد؟ أنا كتبت هذه على صفحتي هني في الصقور أمس، ظلم الجغرافيا. الصقور لعب فترة الثمانينات والتسعينات، كان الطيران صعب، وما كانش في طيران في طبرق، كان طيران بيمشي لطرابلس ضروري يجي بنغازي، فكان كل اسبوع لا واسبوع يجي عن طريق البر 450 كيلو الى بنينه، بيمشي في طياره لطرابلس ويلعب في طرابلس ويرجع في الليل في طياره متاخره، ويطلع من بنغازي. تصور يوصل مرات طياره توصل 12 في الليل 1 في الليل، تطلع بهم الحافله الى طورق 450 كيلو. حقيقة يعني هذا كان ظلم جغرافي، جغرافيا ظلمت الصقور. طبعا كل فريق المعاناة هذه يتعبها مع الصقور مرة واحدة، بس الصقور كل الدوري بيكمل اللعب بهذه الطريقة، واعتقد ان هذا نقصد بالظلم الجغرافي. طيب نمشي مع عادل الخمسي. عادل، مستوى مثير، ربما المعالم اتضحت في آخر الجولات بالنسبة لفرق الدرجة الأولى، فنيا ربما أوفى بوعوده الدوري. شوف مراد، قبل كل شيء نهنوا إدارة فريق الصقور، ونهني جماهير فريق الصقور، نهنوا لاعبين، طاقم فني، طاقم طبي، طاقم إداري. حقيقة فوز مستحق مراد، وإحنا توقعنا أن فريق الصقور قد يكون هو المرشح الأول، لأن الفريق عانى زي ما تكلم مستوى أستاذ عبد الرحيم على الجغرافيا وعلى بعد المسافات، ولكن عانى حتى الحظ. أنا فريق يوصل أنه هو بيطلع للممتاز يلغى الدوري، وفريق مرة أخرى في الصدارة يلغى الدوري. العام هذا الحمد لله فريق الصقور شق طريقة بنجاح مع الكابتن صالح رحيل. مراد، فريق الصقور ما بيش نتكلم عليه كتاريخ، الآن نتكلم عليه فريق الصقور كمستقبل. الآن فريق الصقور مفروض يعد العدة، مفروض أنه يتجاوز الصعاب ويأخذ منها درس الأشياء السلبية اللي خلت فريق الصقور يعاني في الدرجة الأولى وخلتها يعود لمكانه الطبيعي. وأكيد تهنية أخرى لأهلنا في مدينة طبرق، كما أهني فريق أساريا إدارة ولاعبين وجمهور وكذلك جميع الأطقم الفنية والطبية. مراد، المجموعة هذه الغريبة فعلا، يمكن المدرب الوحيد الأجنبي فيها هو المدرب فريق أساريا عبد الإله بختي، المدرب مغربي. الوحيد أي. ممكن في المجموعة، في المجموعة بالتأكيد، وهو اللي حقق الفوز. معناها فريق أساريا تقريبا، حتى لا سمحني، حتى المستقبل عنده مدرب تونسي على العموم. عفوا، شوف مراد، فريق أساريا 10 سنوات عمره، معناها ركب مع 2012 لعب ممكن موسمين في او ثلاثه في الدرجه الاولى، وتقريبا كل موسم ينافس على الورقه. صحيح، لان عنده اداره قويه، وعنده الاموال، وعنده البنيه التحتيه، وعنده الحقيقه المرافق، وحتى جماهيره وناس معناها مهتمين بالفريق ومصممين على الصعود وصعده. الفريق الاخر مراد، اللي ممكن اللي ما حط من الرقم القياسي معناها في زمن قصير، هو فريق المحلة. تأسس في 77 وطلع في 85، ما سكرش 10 سنوات، وفي كل مرحلة قعد موسم. وهذه كرة القدم الحديثة يا عادل، كل الأندية تشتغل في فترة وجيزة وتحقق في ألقاب زي ما نتكلموا حتى في أفريقيا. نختم بعجالة، لماذا نوريك لما تبدأ هنا في إدارة وفي جماهير كلها على قلب واحد وكلها مصممة على شيء يستطيعون يوصلوا له، وهذا درس حقيقة اللي قدمه فريق أساريا هذا الموسم. ونقول لبقية الفرق اللي ما صعدتش هارد لك، ونقول للفرق اللي بتلعب البراج
اللي هي الظهرة وكذلك وفاق جلابية، إن شاء الله ربي يوفقهم في المباراة القادمة يعني. إن شاء الله. علي رحومة، لاعبين حكاية بروحهم في منافسات الصعود، نتكلم على لاعبين يعني لما تركب فريق ربما تاريخيا يحسب لك أكثر من أنك أنت مثلا حتى تحقق لقب في الدوري الممتاز ولا تنافس على ورقة نهائية. أعتقد بأن اللاعبين اليوم نشاهدوا في لاعبين خبرة، لاعبين شبان يشاركوا في هذه الفرق، يعني نتكلموا على إبراهيم العبادي، نتكلموا على سراج صويعي، شختور، هلبة، وجدي بحرون وغيرهم من الأسماء، عاطف حسين كذلك حتى هو، فهلبة أسماء ممكن حتى لو نحصرها صعب أن نتذكرها. شن رأيك؟ بصراحة أول شيء طبعا نباركوا لنادي أساريا بصراحة الصعود للدوري الممتاز، ونادي أساريا بصراحة عجز فعل ما عجز عنه العديد من الأندية بصراحة اللي في 10 سنوات تمكن من أنه هو ينافس في الدوريات السابقة والآن يصعد للدوري الممتاز. والشيء هذا مراد ما جاش من فراغ، جاء بخدمة إدارة وفرت جميع الإمكانيات من مدربين ولاعبين محترفين، وصرفت العديد من الأموال اللي هي مكنت هذا الفريق من الصعود للدوري الممتاز. طبعا نهنوهم ونتمنوا لهم التوفيق في الموسم القادم، وإن شاء الله من أحسن لأحسن. طبعا كما نبارك لفريق الصقور العريق بصراحة الصعود للدوري الممتاز وجماهير وإدارة، وهذا المكان طبيعي لفريق الصقور العريق بصراحة. هذا النادي اللي عودنا أنه هو دائما يكون في الدوري الليبي ودائما يكون متواجد، ونهنوا مدينة طبرق بصراحة. طبعا زي ما قلت لك الصقور في مسابقة أكيد نظلم ظلم شديد بصراحة في موسمين سابقين، كان هو ممكن كان أقرب للصعود وتوقف وألغيت المسابقة لكن السنة هذه فريق الصقور تواجد وبقوة، وإحنا حتى في مسابقة في حلقة اللي في 90 كان معنا الأستاذ عبد السلام الناجي، تحدثنا معه وقلنا له كل نطيق أن فريق الصقور حيصعد للممتاز، وكنا إحنا في مع فكرة ضد فكرة إلغاء الهبوط، وكنا ما نتمنوش أن فريق الصقور يدخل في هذا المعترك. وبصراحة قلنا للأستاذ عبد السلام كان مختلف معك شوية في الرأي، كان مختلف وقلنا له إحنا نطيق فريق الصقور أنه حيكون متواجد في الدوري الممتاز، وفعلا هذا اللي صار. طبعا فريق الصقور زي ما قلت لك نادي كبير وهذا مكان الطبيعي، ونتمنوا له التوفيق ان شاء الله في المواسم القادمه. طبعا زي ما قلت لك بالنسبه للاعبين خوي مراد، اللاعبين اكيد اللاعبين كلاعبين خبره استفادوا منهم الفرق لهم تجربه في الدوري الممتاز، سواء في نادي اساريا معنا اللاعبين سراج شختور، عاطف حسين، العديد من اللاعبين صراحه لسراج الصويعي كذلك، لاعبين عندهم خبره وعندهم الصقور، وهذه حتى الصقور هذا من اللاعبين وجدي بحرون حتى هو لاعبين عندهم خبره وعندهم تجربه استفادوا منهم محمد تشاينا، محمد حوبي، قاسم رجب، اعطوا كل خبرتهم للفريقين وتمكنوا من تحقيق الصعود مع الفريقين. طبعا هذا اكيد له تاثير كبير، فريقين نتمنوا ان شاء الله العام الجاي نشوفوهم إن شاء الله منافسين في الدوري الليبي ان شاء الله. رمزي، حكايه الدرجه الاولى اعتقد بان طقوسها واجواءها تختلف تماما عن الممتاز، وممكن انت عشت التجربتين رمزي اكيد، وتعرف الضغوطات وتعرف مطالب الانديه والجماهير والوضعيات اللي تعيشها الانديه من شح في العامل المادي، من ظروف صعبه، انك انت تحقق لقب اعتقد او انك انت تصل للمراد اللي هو الدوري الممتاز، اعتقد بانها نتيجه عمل كبير وضغوطات يمر بها اللاعبين والمدربين والاداره طيله الموسم الكروي. اكيد هو مراد النقاط اللي ذكرتها حضرتك طبعا ياثر بشكل كبير على مجريات الدوري، سواء اللاعبين الخبره ولا اللاعبين الشباب. ففي البداية نحب أن نوجه تانية لنادي الصقور كطاقم فني وإداري بمناسبة الصعود إلى دوري ممتاز، وزي ما قالوا وشاروا الكباتن هذا هو مكان الطبيعي لنادي الصقور بعد 14 عاما من المعاناة، وزي ما ذكر السيد عبد الرحيم نجم والموقع الجغرافي بالنسبة لمدينة الصقور، والتتويج هذا ولا الصعود ما جاش من فراغ يا اخويا مراد، جاء عن طريق بذل جهد من جمع الاطراف سواء طاقم فني سواء طاقم اداري برئاسه طبعا رئاسه حمشوش الاداره اللي وقفت مع الفريق ووفرت جميع الامكانيات الماديه والنفسيه والمعنويه أكيد. برئاسه رئيس النادي سعد المبري والمدير التنفيذي الاستاذ عبد السلام الناجي، وطاقم فني بقياده المدرب صالح رحيل ومساعده
عادل صالح ومعد البدني انور المسماري والمدرب الحراسه المصري عادل شوقي. فنبركوا لهم ونهنوهم على صعود الدوري الممتاز، وان شاء الله نشوفهم في باقي المشوار في الدور الممتاز ويقدموا الاضافه والتوفيق في باقي المشوار. أكيد. اما بالنسبه للنادي الساريه نبركوا لهم حتى نوجهوا لهم الناس الثانيه والتبريكات. عندك قصه مع الزاويه كي شويه انت عاطفيه. أنا في جنب اللمبي تو الديربي معناها الشعبي مسمع على الساريه معناها ساريه تو الديربي معاك والله في الموقع مانيش عارف انا اسمع بهم انا بس ما كانش عندي عليهم خلفيه بس نسمع بهم فتره كنت قاعد فيها في اللمبي نسمع بهم سماع. طبعا هذا رو ما جاش من فراغ خويا مراد اكيد بعد بذل جهد كبير من الاداره وزي ما قلت لك من اللاعبين وفي استقرار اداري كبير كان للسيد محمد عجينه اللي هو رئيس النادي لفتره طويله رئيس استاد محمد عجينه هو اللي وفر جميع امكانيات الفريق واللاعبين المحترفين ولاعبين بين مزيج من لاعبين الخبره والشباب. فالموضوع هذا يا خويا مراد والامكانيات هذه كلن صب في صالح فريق ولقينا فريق ساريا في الدوري الممتاز. اكيد حكايات و ربما ظروف عاشها كل فرق السباعي، لكن خلينا نشوفوا أساريا لاعبين وطاقم فني وإداري ماذا قالوا عن هذا التأهل. الفريق من أول يوم كنا مجموعين على أساس مشروع واحد موحد وهو صعود فريق أساريا هذا الموسم إن شاء الله المصاف الممتاز. كانت الاستعدادات مبكرة من شهر 9 إن شاء الله وحنايا متجمعين عانينا كثير شغلنا كثير ضحينا كثير تعبنا كثير. الحمد لله الله عز وجل ما خيبش المراد ديالنا وحقق لنا الأمل ديالنا بالصعود الممتاز وهي حدث تاريخي في تاريخ النادي اللي أسس حديثا كما قلت 2012 يعني إنجاز تاريخي بالنسبة للنادي في المسيرة دياله. والحمد لله الإدارة كانت في المستوى وفرت جميع الشروط الضرورية للصعود والحمد لله اللاعبين بتكاتف وجود اللاعبين والمجهز الفني والإدارة قدرنا نحققوا مدينة الزاوية تأهل أول مرة في تاريخ أساريا الممتاز. بالنسبة للمنافسة على الصعود كانت لنا كانت حامية الوطيس لأن تقريبا كانت تقارب المستوى بجميع الفرق اللي كانت هنايا. كانت الفرصة كنا بإمكاننا نحسموها مبكرا ولكن قدر الله ما شاء فعل تأخرنا شوية في الحسم. الحمد لله بقينا واثقين في نفوسنا وفي العمل ديالنا وفي المجهود ديالنا وفي اللاعبين رغم تعثرنا في بعض المباريات ولكن الفريق قبل البلاء الحسن وأدوا مجهوداتهم سواء للإدارة ولا الرياضيين ولا المسيرين أو المدرب وطاقم التدريب كاملا أدوا ما عليهم وكانت تمرة هي تمرة النجاح وهو الصعود إلى دوري الأضواء دوري الممتاز. كل المباريات كان فيها المستوى الفني جيد جدا يعني. لكل مجتهد نصيب احنا خدمنا والحمد لله تحصلنا على الترتيب الأول. وبالنسبة لدور السباعي في منطقة الشرقية كان مستوى متوسط فوق متوسط شوية بدليل أن الحسم صار في آخر جولة. وكان المباريات ثلاثة أيام وتلعب مباراة فيه شوية تعب لكن مشيت الأمور بالعامل النفسي والتدريبات والحمد لله. تابعنا أكيد تصريحات من مدرب فريق ساريا ورئيس البعثة أكيد اللي متواجد مع الفريق في السباعي اللي هو السيد عبد اللطيف الطاهر وأيضا مدرب الفريق واحد اللاعبين. عادل سمعت الأساريا شنقالوا على المنافسات وعلى الوضعية وعلى قوة المنافسة على وجه التحديد. بالتأكيد تكلم المدرب المغربي بختي أنه هو قال كنا نحسب الأمور مبكرا ولكن جميع الفرق كانت حقيقة متساوية فنيا مراد هذا اللي خلى الحسم يتأخر لآخر جولة وكلام منطقي من مدرب عارف شغله بشكل جيد. والدليل هو لما تفرجت أنا ممكن مبارتين لفريق أساريا للأمانة فريق منظم فريق يلعب كرة فريق هادي داخل أرضية الملعب ما هوش شن شدك في الدوري بشكل عام خلينا نتكلموا على البعيد عن شوف مراد اللي شدني في الدوري لعبة كرة القدم تقولي كيف هي كرة قدم هذا هو شفت لعبة كرة قدم هذا شفتها ما فيش مشاكل ما فيش إيقاف المباراة ما شفتش كثرة التدخلات من الأطقم الفنية أو الإداريين ديما الكرة تلعب ديما وإحنا من تستمتع بكرة رغم أن في بعض الحالات صارت لا هي تصير المباراة خلينا الشواذ معناها موجودة
لكن مقارنه بالدوري الممتاز انت لما تجي تشوف راهو الدوري الصعود راهو معناها الدوري الحسم يا جماعه معناها المفروض احنا توقعنا تصير مشاكل اكثر من هيك واضح لكن مقارنه بالدوري الممتاز للامانه برافو لفرق الدرجه الاولى وعلى المستوى اللي قدموه وعلى الاداء وعلى الالتزام بالمواعيد وشفت كل نهايه مباراه مراد تتم المصافحه بين الفريقين ايه. ما شفتش اي مشاجره او مشاكل بين اي فريق وفريق اخر الشيء الثاني المستوى كان قريب الفرق من بعضها حتى في النقاط يعني الحسم تم بفارق الاهداف والمواجهات المباشره حتى بالنقاط لما تجي تشوف مثلا نساري 11 الظهر 11 رفيق 11 وراهم بلشر بتسع نقاط المجموعه الاخرى تشوف الصقور 13 ووفاق جدابيا 9 والبرانس 9 والمورج 9 تعرف ان المنافسه ممتازه واكثر أكيد. من رايحه أكيد. كذلك الكلام اللي قالوه ان التعب والارهاق شيء معناها شيء طبيعي لان كل يومين ثالث يوم مباراه فبيأثر ولكن باش تفادوا الاشياء هذه والمشاكل هذه تفادوها بكثره الحصص التدليك والراحه وكذلك مراد التعطير النفسي لان نعرف التعطير النفسي ليه دور بالنسبه للاعبين وهذا اللي خلى بعض الفرق ان هي تقدم مستوى طيب وان هي تطلع للدوري الممتاز يعني. واضح خلينا نشاهدوا كباتن راي من الظهرة سيد محمد بحر تكلم عقب مباراته مع المستقبل واللي اكيد فيها لغط كبير حول منح الفريق عدم منح الفريق ركله الجزاء وتغيرت المعادله بشكل عام لكن خلينا نسمع محمد بحر شن قال للوسط ومن ثم نعود طبعا فريق الظهرة اليوم دار اللي عنده دار مجهود كويس وهذا حال كره القدم هذه احكام كره القدم والحمد لله يعني تعادل خصمنا احنا طامين ان اليوم يعني حنفوزوا على الفريق خصمنا لكن الله غالب اليوم ما وطناش الحظ وهذه احكام كره القدم ونتمنى لفريق الظهر ان شاء الله يعني الصعود في المرحله الثانيه ان شاء الله اللي هي في التصفيات ان خشينا الترتيب الثاني مش عيب لكن مع كل احترام وتقديري للجنة التحكيم بصراحة اليوم كان ظلمنا في المباراة الأولى أمام البشاير وزاد اليوم التحكيم ظلمنا طلعنا واحد بالحمراء وظلمنا في ضربة جزاء الثانية يعني فريقي اليوم عازمين العزم لنا احنا خشينه والأفضل يعني والحمد لله وهذا حال كرة القدم كان هذا حديث سيد محمد بحر في المقابل أستاذ عبد الرحيم في بعض المشاكل واللي تطرقنا لها عادل أشاد بأن في انضباط وتركيز من اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية لكن ربما في مخاوف كانت ممكن من كولسا من تلاعب وتكلم عليها السيد محمد بحر شنو رأيك في إجمالا يعني هل شاهدت بأن في شوية أمور دارت في الخفاء ولا تختلف تماما اولا طبعا نحيي كابتن محمد بحر ومن حقه كابتن محمد بحر يتكلم عن ركله الجزاء لكن سامحني نقول لك التعريف الحكم الجيد في كره القدم هو الحكم الذي يدير المباراه باقل اخطاء ممكنه الخطا وارد ركله الجزاء وارده انك تغلط وارد يغلط المهاجم ويغلط المدافع ويغلط حارس المرمى ويغلط المدرب الخطا وارد لكن الشيء المهم في اطار في هالمجموعتين ما فيش بيع وشراء ايه خلينا نقص عليك في الجزئيه هذه اتحاد الكره دار تعميم قبل الجوله الاخيره وحذر الانديه وقال اننا حنبعث بتحقيقات وحن يعني في حال وجود اي شبهات وما الى ذلك انا حنتابع الموقف كانت في تخوفات حتى من قبل الدوري كان في تخوفات من بعض الناس طبعا نحن بالعقليه الليبيه النادي هذا عنده حد عضو في الاتحاد العام فممكن يستغل سلطاته لصالح الفريق نتاعي الحقيقه في المباريات اللي شفناها ما شفناش خطا حكم يصير دائما لكن ما فيش حاجه مقصوده والمنافسه مشت لعند اخر لحظه فيها ميثاق شرف المنافسه يعني ما عادش من عثر الظهرة مستقبل شنو عنده فيها المباراه اخر فريق في المجموعه شنو عنده فيها المباراه عنده فيها ميثاق الشرف لعب لي ميثاق الشرف الرياضي اكيد ونشكر كل الانديه احنا اللي التزمت واشتغلت يعني انا شخصيا كصحفي نحترم تاريخ الظهرة الظهرة ركن من اركان كره القدم الليبيه بطل ليبيا اسم يعني اسماء كبيره من الاسماء الكبيره في تاريخ كره القدم الليبيه يعني نتذكر انا من الجيل اللي نتذكر حبيبين لا قبل حبيبين من ايام سالم المسماري والبنداوي كان عندهم لاعبين كان البنداوي لعيب من اجمل اللاعبين عندهم من الفريق هذا من اوائل السبعينات نتذكر كان اسمه عقبه بن نافع
باي كان الظاهر بعدين سموه عقوه بعدين ردوا لكن لكن صدق طبعا كوريا الاسم الشعبي الاسم الشعبي كويس الظاهره وميزران وهذينا من الانديه ميزران الوحده بعدين هذينا انديه طرابلس القديمه وانديه الكره القديمه المدينه اكيد دائما المدينه ذكرت بها. طيب استاذ عبد الرحيم لكن اللي عجبني افطنا حتى اخر دقيقه كويس الحسم تم في آخر دقيقة وبأقل عدد من الاحتجاجات. طيب واضح. علي رحومة لابد من نشيده بموقف. احنا دائما ننتقده في اتحاد الكرة وفي من يدير هذا الاتحاد وأن في مشاكل وأن في يعني عديد الأمور. اليوم في أعضاء مجلس إدارة وحتى السيد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عنده أندية نادي يعني نادي مدينته والنادي اللي محسوب عليه لكن خارج المنافسة اليوم ما فيش شيء إيجابي ممكن اليوم نشكر عليه هؤلاء الأشخاص نتكلموا بأكثر إنصاف دون أي يعني مجاملات. هذا اللي شفناه بصراحة إن ما كانش في تلاعب ولا في حاجة متع مدينتي متوسط ولا بصراحة شفنا معنا المنافسة لآخر أسبوع كانت منافسة قوية منافسة شريفة خصوصا المثير للجدل هو مجدي شعيب دائما خايفين منه المستقبل ما عنده فيها شيء وأشياء الأنوار هذا اللوج اللي طبعا والمروج المروج استاذ حكيم الشلماني طبعا من مدينته وزيد البارانس حتى هو استاذ مجدي شعيب يعني مخسار شويه معناها بصراحه ما فيش تجاوزات المباريات مشوا بشكل جيد وزي ما شار الاستاذ عبد الرحيم حتى خميس ادم الشراره فريق مستقبل فريق مستقبل يعني ما عنده فيها شيء لكن لعب لاخر مباراه لعب بطاق الشرف صحيح وكنا احنا توقعنا في الحلقه الماضيه توقعنا احنا الظهر وحذرته من توقعنا الظهر وتوقعنا ان الصقور من المجموعه نتاع الشرق رفيق تقصد رفيق ولا الظهر توقعنا الظهر احنا توقعنا الظهر اللي كنا ظهر مباراه طريقها اسهل طريقها اسهل لكن هذا مجرد توقع لكن صراحه ساريا رجع من بعيد واللي فات هي المواجهه المباشره اللي بينه وبين الظهر وهم اللي تاهلوا للدوري الممتاز طبعا نتمنوا مازالت الظهر عندها البراج اكيد التصفيه تصفيه مع المجموعه هذه قصه ثانيه حنتكلموا عليها بان في محاولات وقصه ثانيه حنتكلموا عليها ما نعرفش ليه لان مش حتصير تصفيه حيصعدوا الاربع فرق ويبقوا فرق الممتاز ما نتمنوش انه يصير بصراحه ان شاء الله. رمزي شنو رايك في كل ما ذكرنا؟ والله بالنسبة لشبه نزيد علي أخوي علي نحن شفنا عند آخر مباراة أخوي مراد شفنا هذه كرة القدم شفنا اللعب لآخر دقيقة ما شفناش تجاوزات ما شفناش تلاعب ولا تكوليس من كيف نقول نلعب بالعامية من تحت الطاولة شفنا اللعب بميثاق الشرف وشفنا اللعب على المالية ما فيش لا بيوع بالعامية ولا شفنا أي تجاوزات أخرى وهذه زي ما قلت لك هذه كرة القدم اللي نبوها ونتمنوها كل موسم في سواء في الدوري الممتاز ولا في دور الدرجه الاولى او في دور الدرجه الثانيه فنتمنى الفرق هذينا يستحقوا انهم يستحقوا انهم يبقوا ممتاز والفرق اللي ما حلفهاش الحظ ان شاء الله في الموسم الجاي نشوفهم في يحاولوا ويحاولوا يسعدوا اخرى من جديد ويبذلوا جهد اخرى ويحاولوا يصبوا مع الفريق ويجيبوا لاعبين ونشوفهم ان شاء الله اخرى في الدوري الممتاز ان شاء الله. نحيي كل فرق السباعي سواء المجموعه الاولى ولا الثانيه اللي ينافسوا على بطاقتي الصعود مباشره وأيضا عن طريق التصفية إلى الدوري الممتاز وحظ أوفر لكل الفرق التي لم يحالفها الحظ وعملت دون كلل أو ملل من أجل الصعود إلى الممتاز وإن شاء الله نراكم في قادم المنافسات بإذن الله وكل اللاعبين أكيد هذه هي أحكام كرة القدم. نمشي لفاصل أكيد مشاهدينا وكباتن جميعا بعد ذلك نستقبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ونستكمل حوارنا في التسعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم والجديد حاضر دائما في دورينا. فصول الإثارة تتجدد ومصير النهاية مجهول كما جرت العادة. تراكمات وتساؤلات واتهامات يقابلها ضغط جماهيري وبركان خامد قد ينفجر في أي لحظة. ولا حديث يدور إلا عن مستقبل الجلد المدور في البلاد الذي أو التي يختصر واقعها في عبارة صدق قائلها إذ قال لحكاية متهالبة.
في العادة وعند سرد مشاكل وقضايا كرتنا كما يصفها الشارع الرياضي، نطرح أسباب العراقيل والمشاكل ثم نتساءل عن أسباب ذلك، لكن في هذه المرة سأضع التساؤلات مباشرة دون تحليل لأسبابها أو تفاصيل ما سبقها. لماذا تتواصل ضغوطات الأندية لتصعيد فرق للدور الممتاز أو شائعات لعدم تطبيق الهبوط رغم تصريحات متكررة وحسم للأمر من قبل اتحاد الكرة وانتهاء منافسات دوري الدرجة الأولى بحصد فريقي الصقور وأساريا بطاقتي العبور المباشر للممتاز وفوز وفاق جدابية والظهر بفرصة الصعود عبر الملحق؟ وفي تساؤل آخر، ما أسباب عدم حسم مصير الدوري السداسي والمكان الذي سيلعب عليه؟ ولماذا لم يجتمع اتحاد الكرة أو لجنة مسابقاته مع الأندية المتأهلة للسداسي للاتفاق ووضع اللمسات الأخيرة؟ أم أن الاتحاد الكرة التزامات أهم بعد الديربي؟ أو لنقل، هل يرى اتحاد الكرة بأن الوقت ما زال في المتناول لإنهاء المسابقة الممتازة في أحسن صورة؟ وفي أهم مراحل دورينا وأكثرها صعوبة، من المنطق أن نطرح السؤال المتكرر حول أسباب تخبطات مواعيد المباريات والملاعب التي ستلعب عليها، بالإضافة لعدم ثقة الأندية في لجنة المسابقات ومعارضاتها المتواصلة لأي إجراء كان ما يكون، ولا أعذار لها إلا أنها تتعمد أخذ خطوة استباقية قبل وقوعها في فخ نظرية المؤامرة. نستمر دائما في طرح التساؤلات، وما على المحللين والنقاد إلا تعليلها، والإجابات بكل تأكيد على لسان المسؤولين وأصحاب القرار. أكيد كل ما هو جديد وتفاصيل الإثارة وربما المستقبل المجهول لكرتنا ولدورينا الممتاز ولأيضا مطالبات بعض الأندية في إلغاء الهبوط وتصعيد أربع فرق من الأندية اللي تأهلت إلى سباعي التتويج، لغط كبير أكيد وعديد التساؤلات تطرح اليوم، حنتكلموا في تفاصيلها وتحليلاتها، وبعد ذلك حنسمعوا لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السيد عبد الحكيم الشلماني حول هذه المشاكل وأيضا خلينا نقول الكواليس اللي تدار في الخفاء ويقدمها البعض والضغوطات التي تمارس على أعضاء ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. نبدأ مع عادل، الحكاية ما تتمش واختصرناها في جملة، الحكاية متهالبة. شوف مراد، احنا في كرة القدم دائما تضبط بلوائح مراد. طالما ما فيش احترام للوائح إذن من فائدة اللائحة؟ معناها ما هيش غير حبر على ورق، هي لائحة مفروض انك انت تهتم بتطبيقها وبحذافيرها. معناها زي ما طبقت على فرق الموسم الماضي واحترمت انفسها وهبطت للدرجة الاولى، نفس الشيء معناها هذا الموسم الفرق، معليش الفرق اللي يقول ما احنا ماذا بينا الغاء الهبوط، انت بلغينك قبل عام وقالوا لك الموسم القادم بيهبطوا فريقين وفريقين بيلعبوا مباراه ملحق، تجي في اخر دوري وتقول لا ما نهبطش. معناها كلام ماليش تفسير. شن تفسر انت باي كل ما يصير؟ انا نشوفها عنتره مراد، هذه بمعنى عنتره الملاعب وعنتره الاتحادات واشياء بصراحه تخلف، خلينا نقول هذا هيك تخلف في كره القدم، ما زلنا متخلفين احنا الليبيين. لما احنا راك تجلس مع اشقاء عرب ويقول لكم انتم الليبيين في بعض الاحيان في الرياضه مازال تبوا هلبه، ما احنا مرات نزعلوا، وهذا كلام الواقع بصراحه. لما يجيك يقول لك لا والله بنركبوا اربعه، مش مركب بالزوز، حيصعدوا اربعه والفرق اللي من فوق مش حتعجن، معناها اللي هم شباب الجبل او نقولوا فرضنا الخمس اللي قعد في الاخير قبل الاخير. فمن هنا مراد نقول هنا معناها المفروض الكل ترجع للممتاز، اي واحد هبط يرجع. معناها ايش معنى انت ما تبيش تهبط يا مراد والفرق الاخرى هبطت؟ يا اما تطبق اللوائح والقوانين وتلعب براج وتقعد نقول لك الف مبروك، ولو هبطت نقول لك هارد لك وعاود ابني والعام الجاي او اللي بعده ترجع للدوري الممتاز زي ما عاد الصقور. ليش الصقور يا مراد لما قالوا له اهبط الصقور ليش ما رجعش بقوه؟ ليش ما دارش اي عمليات معناها وحده حتى هو الترسانة نجمه الوحده العريق نجوم الجزائريه وفاق صبراته مراد، معليش جزيره زواره معناها مستقبل الجبال، نتكلموا عن العروبه، يعني عندها تندي يا جماعه، عندها تندي، احنا مرات ننسوا نادي نظلموه، معناها عندها تندي هبطت للدرجه الاولى مراد. ولكن مراد شوف هنا المفروض نقول هنا تطبيق القوانين وضرب بيد من حديد، وكل واحد معناها ضد الهبوط نعتبر هنا ضد كره القدم الليبيه
وضد الرياضة الليبية، وهذا حقيقة عدو لكرة القدم الليبية، والمفروض توصل درجة حتى للمحاكمة والمحاسبة. مراد هنا خط أحمر. كرة القدم الآن ماشية في مرحلة التطوير، قلنا كل مره بيهبطوا فريقين للنص و16 فريق ونبدوا مجموعه واحده. واضح ما دام يا مراد يبوا معناها كل فريق ما يبيش يهبط، انا نقول معناها ها نقولك عليه عبر قناتنا مراد الدبليو تي في، في حاله الموضوع هذا صار صحيح، واني اشك في هذا لان نعرف الاستاذ عبد الحكيم الشلماني وادارته وقراراته. احنا راهو نتكلموا على وقايع اليوم، صفحات انديه رسميه على مواقع التواصل الاجتماعي، امس راديوات في مدن فاتحين مساحات ويتكلموا على تهاني وتبريكات، صعود وفاق الجدابية، صعود الظاهرة حتى لا لو طبق لو طبق لو طبق معلش يا أنا نقول وفاق الجدابية 9 نقاط صحيح ولا مراد؟ والبرانس 9 والمروج 9 ركبهم كله. لا سامحني، ليش أعطيت المروج ترتيب الثاني أنت؟ أسماء وفاق الجدابية على أساس أعطيت الترتيب؟ وفق المواجهات المباراة لا وفق اللائحة ولا؟ أو اللائحة أنت ضربت بها مع شي لائحة يعني. هنا تساوت إذا هنا نقولوا إحنا زي ما قال الدامجة شوارع احترامي في الكلمة هذه. إذا المروج والبرانس وفاق الجدابية نقول لهم مبروك الصعود حتى تجربة ممتاز، والوحدة ونجوم الجدابية والترسانة وبالنشر ورفيق نقول لهم مبروك حتى تجربة الممتاز، ويبدو لنا والظاهرة ونقول لهم كلكم مبروك الممتاز. ويا مراد خلينا نولوا العام الجاي 24-25 فريق وخلنا نطبق الرياضة الجماهيرية بوصولها وبحذافيرها، هذا اللي مفروض. كلام قوي عادل، ما هذا الصح، ما تبيش تطبق باللوائح مراد، بنطبق الرياضة الجماهيرية. شمعنا الجماهيرية كلها تتريض ولا كلنا بنركب؟ واضح أي فريق في الدرجة الثانية والدرجة حتى الدرجة الثالثة يركب طول للممتاز، ما عادش في ثانية. واضح واضح. خلي نسمعوا في المقابل مشاكل في الدوري الممتاز وفي مواعيد وتوقيتات اللعب وتأجيلات وبيانات من أندية واعتراضات وقصة المهمة تتمش كل يوم جديد. نسمع رادان المدرب اللي أنهى ارتباطه بفريق الأهلي بنغازي بسبب عدم جدولة مواعيد واضحة لدورينا الممتاز ولدور التتويج تحديدا. There is few reason and way how we finish this. هناك بعض الأسباب لنهاية رحلتي مع الأهلي بنغازي. فمنذ شهر تلقينا خطاباً من لجنة المسابقات وأرسلوا لنا رسالة رسمية بموعد النهائيات، لنتفاجأ بأن البداية تأكدت بعد 20 يوماً ولا نعرف متى ستنتهي. في آخر شهر تلقيت عديد العروض لكنني رفضت، وفي نهاية الأمر جلست مع السيد خالد الصعيطي وأخبرته أننا لا نعلم ما هو الوضع المستقبلي ويجب أن نقرر ما هو الحل الأفضل للنادي. كان هذا حديث المدرب رادان اللي انتهى مشواره مع فريق الأهلي بنغازي بسبب الرزنامة وارتباطاته بعقود في موسم قادم. رمزي شو نتفسر كل ما يحدث؟ والله شو نقول لك اخوي مراد، نحن قعدنا كل سنه اخوي مراد نفس المشاكل ونفس التخبطات بالنسبه للرزنامه نتاع الدوري، ما عندناش زي ما قلت لك نحن خطه معينه. لكن هو تكلم على رساله وارسال رساله مواعيد، اعتقد انه ما تمش في اي رساله كان هذا راهو طلعنا. لا ما هو مرتبط بعقد عند شهر 6 هو حيغادر للكويت الكويتي. اي نعم هو عنده، هو اساسا مرتبط عنده عقد عند شهر 6 مع نادي الاهلي. ف زي ما قلت لك الاسباب المشاكل تاخير الدوري والفتره الراحه الطويله هي اللي خلت المدرب في 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 مشاكل وفي قصص مع ويقبل بعرض اخر. ويقبل بعرض اخر شيء طبيعي اخوي مراد، حتى في اللاعبين جايين شايلين الدوري الاماراتي غير من اللاعبين الاجانب، عقود اللاعبين سواء المحترفين ولا حتى عقود اللاعبين المحليين قعدوا في موقف مع انديتهم، والاداره حتى هي قاعده في موقف محرج مع اللاعبين سواء زي ما قلت لك اللاعبين المحترفين ولا اللاعبين الاجانب. فالموضوع كله والاسباب كلها اخوي مراد هي رزنامه الدوري. نحن زي ما قلت لك السنة قعدنا في نفس القصة ونفس المشاكل ونفس البرنامج عدم التخطيط، فمفروض. لكن السنة اللي فاتت يا رمزي ويا كبات نرى وتمينا تقريبا في شهر 8 والله نحكي على السنة هذه 11-8 تقريبا والله الدوريات اخوي مراد تو نزلوا الدوري الانجليزي، نزلوا الاسبوعين الاولى تو
احنا مثل ما بين احنا سيدي خلينا لا نسحوا هلبة بالافكار خلينا نتعلموا منهم بس ناخذ منهم حاجه واثنين ولا غير نتعامل نتعلموا منهم غير في القصات وفي اللبس وخلاص فهمت علي فنحن نحاول كل سنه يعني عندنا 10 مشاكل اخويا مراد السنه هذه نحاول نقلص منهم نخلوهم خمس مشاكل وهكذا مراد ان شاء الله والله احنا مشكلتنا كل سنه في المشاكل نزيدوا في مشاكل علي ايش رايك في اجمالا مطالبات الالغاء للهبوط وايضا تصعيد الانديه صاحب الترتيب الفرق صاحب المركز الاول والثاني في سباعي الدرجه الاولى وهل القصه هذه كلها دهشنا احنا قصدي معقول المحاولين ما دهشوش احنا دهش الهبوط تكلمنا عليه اكثر من مره يا اخوي مراد بصراحه يعتبر كارثه لو طبقوا القرار هذا لان بصراحه في لوائح وفي قوانين انا على رئيس مجلس اتحاد الكره السيد عبد الحكيم الشلماني التمسك باللوائح وتطبيق اللوائح والقوانين لكن راهو الموجه عاليه يا كباتن راهو نتكلموا على ظروف راهو ما نعرفش علاش مش مقتنعين بالهبوط في العالم كله في هبوط انت فريق ما لا يستحق البقاء في الدوري اخدم ابني فريق دير فريق باهي وتعال الموسم الجاي واركب مره ثانيه وشارك لكن انت ما تبيش تنزل للدرجه الثانيه علاش قصدي لازم يقتنعوا بان في كوره في الغاء في هبوط طيب. وفي بقاء طيب خلينا نسمع وجهه نظر اخرى كباتن وفي ربما مطالبه من نادي الخمس بان يوصل صوته ورسالته بحيث ان احنا يعني نسمعه لكل الانديه نسمع السيد عبد السلام حبيش رئيس نادي الخمس اللي ربما متضرر من بعض الاحداث والمواقف في دورينا وبعثت بعديد الرسائل طيله الفتره الماضيه نسمعوك سيد عبد السلام اهلا ومرحبا بك نادي الخمس هل أنتم من بين الأندية اللي تطالب بإلغاء الهبوط وشن موقفكم أو احتجاجكم اللي اليوم تبعتوا به لمسؤولية اتحاد الكرة وهل بعثتوا بمذكرات رسمية وواضحة؟ بداية السلام عليكم وعليكم السلام الكرام كل مراد وشكرا لمساحة الفرصة طيبة بارك الله فيك نعم بداية نادي الخمس ليس لديه أي مانع في لعب المباراة الفاصلة وفي أي توقيت لكن هناك بعض المشاكل الإدارية الفنية التي تعاقبت من تأجيل مباريات الدوري ولا نريد تحميل المسؤولية لأي شخص كان نحترم جميع الإدارات في اتحاد الكرة مثل الطبقات ولكن ما حدث اليوم نحن بتاريخ تقريبا 18/6 شارفت العقود على الانتهاء يعني احنا اليوم صار فيه ما يقارب 4 مليون دينار عقود أجانب تقريبا مليون دينار ليبي معناها رقم فلكي نزيد نحرم منه في مباراه فاصله يبقى مش عادل ما يجيش لازم اتحاد الكوره يلقى اليه كيف الانديه هذه ما تخسرش العناصر المهمه اللي هي عوده لاعبين في الموسم في مشكله لان الرياضيين الاجانب عندي 5 رياضيين اجانب يوم 30/6 قال لك نروح ما عادش نبعد طيب هل طلبتوا تصحيح الوضع من اتحاد الكرة خاطبتوهم بعثتوا بمذكرات لأن العمل اللي تم عمل إداري بحت أعتقد في هذه الجزئية ومش نادي الخمس فقط عديد الأندية شو الرياضيين الأجانب والرياضيين المحليين اللي تمت عقود يعطيك الرياضي شنو يقول لك استاذ اليوم احنا 10 شهور في الدولة على عيني وعلى راسي ومقدر ظروف البلاد وما إلى ذلك لكن أعطيني إلى متى الوضع زي تو هذا المحلي اما الاجنبي ما يعرفكش يا اخوي مراد الاجنبي ما يتكلمش معاك الا بموجب عقد احترام بالضبط مستحيل بيخش معاك التفاوض ما فيش تتابعات ماليه وهي الانديه اللي فهم كفاها واضح يعني عندنا ثقه لا متناهيه في الفريق انه يقدر يتجاوز المرحله القادمه بكل تمام ان شاء الله ما عندنا شيء يخوف حنستمعوا اكيد يا سيد عبد السلام احنا وصلنا صوتكم واعتقد بان التوقيت شويه ضيق وعندنا عديد المواضيع في الحلقه لكن الرساله وصلت واكيد ان شاء الله حنلقوا لها اجابات ان شاء الله نعم 60 ثانيه لو سمحت تفضل يعني على اتحاد الكوره مع احترامي الشديد ليه وفي الظروف الصعبه اللي يشتغل فيها ينبغي يعني يشوفوا الموضوع هذا كيف اداريا يحلوا لنا يعالجوا لنا مشكلتنا لان هيك حيولي ظلم يعني نادي الخمس اليوم بعد موسم طويل عانى فيه امور عديده ما فيش مساحه تو لذكرها ينبغي انه هو يستفيد من اللاعبين اللي وقع معهم واعطاهم اجورهم حسب الاتفاقيه اللي بينه وبينهم في العقد الهبوط معاه انتم ما فيش اي اشكاليه ما خشيتوش في تحالفات ضد الالغاء او مع الالغاء
احنا حنلعب المباراه الفاصله ومستعدين ودايرين معسكر داخلي واضح بيشتغلوا عليها الاساس واضح. لكن اذا كنا حننحرمهم الرياضيين لجانب نحن ضد مباراه فاصله واضح مباراه فاصله نخسر خمسه جانب. شكرا جزيلا لك سيد عبد السلام حبيش، بارك الله فيك يعطيك الصحه. نستقبل السيد عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أكيد اللي ينضم لنا عبر سكايب من مدينة المرج. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحكيم، نشكرك على تلبية الدعوة وتواجدك معنا وإيضاح الموقف والصورة. أكيد عديد الملفات الشائكة اليوم تطرح على طاولة في التسعين وتدور في الشارع الرياضي. بداية شن هالقصة، قصة الهبوط، إلغاء الهبوط، محاولات تمرير الموقف من جمعية عمومية، من بعض أعضاء مجلس الإدارة، أطلعنا على الحقيقة لأن الكل يتحدث دون أي خروج للرأي العام وتوضيح. أولا مرحبا بك أخوي مراد ومرحبا بالسادة الأفاضل الموجودين معك. أهلا بك محللنا الحقيقة المتبع في هذا البرنامج، شكرا لهم رغم ان انا عندي عتاب في البدايه لابد ان اتكلم عليه. انتم هنيتم على الدور السباعي وهنيتم الفرق، ولكن بالتاكيد هناك منظومه وراء نجاح هذه البطوله، بالتاكيد يعني اتحاد الكوره، بالتاكيد اللجان لجنه التقييم، لجنه المسابقات، لجنه التحكيم، نعم كل اللجان يعني المفروض الحقيقه أشرت إليه، يعني كرة القدم اتحاد الكرة لم الشمل. إحنا أشرنا لما هو أهم بأن الرئيس عند المروج والمجدي عند البرانس وعادل الأنوار، وذكرناهم بأن تمت الأمور في ظروف طبيعية. سامحني خليني أعطيني راحتي في الكلام. تفضل خذ راحتك. النقاش بيننا ودي، أنا نحترمكم ونقدركم ونحترم النقد بكل تأكيد ونحكيكم وتدخلت معاكم ونحترم الأساتذة اللي موجودين معاك بالكامل ونحترم برنامجك ونحترم القناة، ولكن لابد ان لما ننقدوا لابد تقبلوا نقدي، لابد تقبلوا نقدي. احنا لنا حق، احنا لما عملنا الشرق في الغرب والغرب في الشرق، هذه العملات كره القدم والاتحاد الكره الليبي والاعضاء مجلس الاداره ما عملوش سياسيين، هذه النقطه الاولى. كذلك اللجان يعني بالتاكيد لجنه التحكيم رغم السلبيات ورغم المشاكل، واخوي عبد الرحيم بدري اشاد الحاجه قال لك الحكم الجيد هو اقل الاخطاء، وهذا هذه حقيقه يعني طبعا هذا هذه مهنتي وهذا عملي اللي وصل لهذه المرحلة ووصل للنهاية. بالتأكيد هناك رجال وهناك حكام، مهما تكون ما فيش بطولة ما فيها سلبيات، نشوفه في الدول المجاورة الآن ما يحدث في مصر، ما يحدث في تونس، ما يحدث في الدول المجاورة كلها، لأن المفروض زي ما تنقدوا زي ما تعطوا الناس حق. هذه النقطة، هذا لهم لابد أن تقبلوه منا، هذه النقطة الأولى. على الرحب والسعة. نعم شكرا لأخوي محمد بحار، حقيقة كلام وأسلوب رياضي راقي من حقه زي ما قال أخوي عبد الرحيم، من حقه يتكلم، ولكن طريقة الأسلوب الحقيقة رائعة، وتقبلوها وتقبلوا النقد ونبحثوا في هذه المواضيع. وبالتأكيد رأوا الأخطاء في كل العالم، يعني في كل العالم حتى على مستوى كأس العالم كرة القدم لابد أن تكون فيها أخطاء، والأخطاء هذه جزء من اللعبة، ما يقدرش حد ينكرها وما يقدرش حد الكمال لله في كل شيء ممكن، لكن ما فيش شيء قصد. هذه البطولة والدوري السباعي أنا مسؤول عليه، تبعته شخصيا، أنا ما أخرجت بيان مع أعضاء مجلس الإدارة، كنت أتتبع جميع المباريات على أكثر من قناة، كذلك على باتصال مباشر مع المراقبين، مع الحكام، مع لجنة الحكام، مع لجنة المسابقات، مع لجنة القيد، مع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، كنا متابعين. ودليل على ذلك أنا واحد من الناس، باش نكون معك صريح، أنا حزين جدا أن المروج ما صعدش، حزين، أنا ما أكذبش على الناس. أنا من المروج وابن المروج ودمي مروج وعائلتي مروج، ولكن ما تجاوزش أكثر من حقه، والدليل على ذلك أمامكم أي شخص يطلع من الحكام أو اللجان ويقول اتصلت به من أجل المروج وتكلمت عن المروج رغم أني أنا كنت زعلان وحزين على ما قدمه هذا الفريق، لأنه فريق عريق مثل الفرق الأخرى. الشيء الآخر لابد أن أهني الجميع، أهني الفرق اللي صدت، أهني الحكام، أهني الناس المسؤولين، أهني المناطق سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية، وهني رجال الأمن، وهني وزير الشباب والرياضة والعاملين معه، وهني الحكومة وكل العاملين فيها، الحقيقة مقدموا وساندوا لنجاح هذا الموضوع. ونحن لو كان فكرة الشرق في الغرب والغرب في الشرق كانت في بعض المباريات ما تتمش في هذه الظروف الصعبة اللي نحن عايشينها، ونحن في ليبيا لابد نتكلم على واقعنا، وانتم في بعض المشاكل اللي حدثت ممكن نحن ما خرجناش للإعلام وما بنش نطور المشاكل، صار المشاكل
الحقيقة تكفلت الرياضة بالإقامة في الفنادق، ساعدتنا في موضوع التذاكر، كان التنسيق والتنظيم أكثر بالرأي على رجال الجهات الأمنية في كل المناطق، الحقيقة كانت في المستوى المطلوب بعض الأشياء، ولكن بصفة عامة نفس ما حكى أخوي عادل أو أخوتي اللي موجودين معك، بصفة عامة نقول النجاح فوق 90%، والحمد لله من يستاهل أو بذل جهد هو اللي سعد. أهرد لك للفرق الأخرى، الله غالب هذه كرة القدم لابد فيها فوز وخسارة، يكفي أن فرق اللي خاصة بالاتحاد الكورة زي ما يقولوا أو تبع اتحاد الكورة زي ما يقولوا، المروج صح نادي ومنطقتي ومدينتي، البرانس نادي سيد بجدي، الشرارة نادي السيد خميس، الأنوار نادي كان فيه السيد عادل، هاي فرق ما صعدتش وما كانش التوفيق حالفها، بذلت جهدها ولكن الحمد لله هذا دليل على نزاهة اتحاد الكورة، ما يقدرش حد يزايد. وهذه اللي شكرناه احنا واشدنا بها اكيد رفقة المحللين يا سيد عبد الحكيم، اكيد العمل اي خطوة ايجابية راه نشكرها سواء قلنا لا ولا ما قلناش، فنية للشكر واضحة. نبي نتكلم في جزئية الهبوط والالغاء والمطالبات الاخيرة. انا جاي في الحديث، انا جاي في الحديث. نعم، ما يدور في الواتساب ولا ما يدور في التواصل الاجتماعي او ما يدور عند النوادي او الاذاعات أو يهنوا ولا بيهنوش، هل وجدتم أنتم الآن عندكم شيء رسمي لاتحاد الكورة بإلغاء أو نظام المسابقة؟ لا يوجد شيء عندكم أنتم توفي شيء، لكن الأندية تهني. خليني من الكلام، ما يقال من بداية الدوري ومن مسكة اتحاد الكورة وقبلها ما يقال خليه يقال. أنا رئيس اتحاد الكورة والسادة الأعضاء اللي موجودين معي في تواصل مباشر، نحن اللائحة وكان نبغى خلفوها راء المروج له 3 سنين في الممتاز. نحن اللائحة وكان نبغى خلفوها رانا مخلفينها في أكثر من موضوع، هذه ضغوطات وهذا كلام تواصل وهذه كلام إذاعات نا على مبدأ تنظيم ونظام المسابقة. أنا غير مسؤول على ما يحدث زي ما قال خوي عادل، إذا كان يبغوا هذا الموضوع يرقوا ل 14 ويرقوا يخلون 64 ولا يردوا لدور البلديات، وأنا غير مسؤول على تقدم كرة القدم في ليبيا، أنا غير مسؤول على نتائج منتخب ولا غير مسؤول على نتائج أندية، ولا هذا موضوع كلام يقال من الناس ما استفادتش أو أنديتها ما وفقتش يعلقوا شماعتها على اتحاد الكورة. أنا هذا الموضوع لا يمكن يحدث وأنا موجود في اتحاد الكورة، وأنا مستعد يبوا يجدروا ما يجدروه، يبوا يسطوا، يبوا يعملوا ما يعملوه، أراه هذه رسالة باش تكون واضح للجميع نظام المسابقة، وراه ما فيش حد ضغط علينا الآن، لا رؤساء الأندية اللي قلتوا عليها، ولا كلمنا نادي وفاق، ولا كلمنا نادي ظهرة، ولا كلمنا نادي حد، كلام تواصل اجتماعي، ضغوطات في تواصل اجتماعي، كلام في إذاعات، إذا كان حد عطي وعد ولا كذا، أنا بالنسبة لي أنا شخصيا كرئيس اتحاد ما اتصلتش بي أحد، ولا ضغط علي أحد، وإلا وهم عارفين المبدأ اللي جيت به من الآن من أول ما مسكت اتحاد الكورة في أول كلمة مؤتمر صحفي، قلت لهم لا تغاضي على نظام المسابقة واللوائح، لأن أنا مش مستعد كعضو مكتب تنفيذي في الكاف او كرئيس اتحاد شمال افريقيا او الان مسؤول متواصل مع الفيفا، حتى الفيفا ما ترضاش بهذا الكلام ولا الناس ترضى، في ناس هبطت العام الماضي، في ناس هبطت السنه، في ناس هتهبط وناس هتبقى، في ناس هتفوز وناس هتخسر، نحن غير مسؤولين على ما يكتب، احنا كان وجدت رساله موجوده امامكم طلعوا لي رساله، ما يكتب وما يشاع وما تكتب من ضغوطات، هم حرين جمهور ولا ناس هم حرين، لكن لو كان نبغى خلف اللوائح معناها بدري قال لك خويا عادل أو واحد من الأخوة قال لك 3 أندية اللي خلى نادي وفاق جدالي إن شاء الله ربي وفقه، كيف كيف الأندية الأخرى اللائحة ولا لا اللائحة اللي تحدد فارق بالأهداف ولا فارق مباراة ولا كذا ولا اللائحة ولا لا، نعم. ما خلفناش اللائحة، إحنا ما خلفناش اللائحة ولا خلطنا بها ولا دخلنا بها، فأراه اللوائح إذا كان نبو كرة القدم والناس لازم تفهم والشارع لازم يفهم، الكرة الآن هي أكثر من السياسة، الكرة الآن هي لمة الشمل، الكرة الآن لمة الشمل بالغرب والغرب في الشرق، وخلت الناس يأكلوا مع بعضهم والناس يأكلوا مع بعضهم، عم رجعين في طائرة واحدة من الغربية للشرقية ومن الشرقية للغربية، فهذا الموضوع إشاعات وكلام وغير صحيح واضح، وأنا مانيش معاه شخصيا وأنا مسؤول على الكلام اللي نقول فيه ممتاز. وما يبي يفعلوه إذا كان في ناس عندها أغراض أو في ناس عندها أشياء بالتأكيد طبعا في معناه. أنت اليوم أستاذ عبد الحكيم تطالب من الشارع الرياضي ومن الجمهور من محللين نقاد بأن لا يلتفتوا لأي نبأ أو ربما أي محاولة قد يحاولها البعض في إلغاء الهبوط، وتعطيهم وعد قطعي من قبلك أنت كرئيس مجلس إدارة على رأس الهرم بالكرة الليبية.
أريد أخوي مراد، أنا أعطيتها وهذا وعد، لأن هذه أمانة. واضح. مع احترامي أنا ممكن نكون زعلان على بعض الأندية وما نقول لكش أصدقائي رؤساء أندية، ونحترم الجميع ونقدر الجميع يحترموا فيها، ولا غلطوا فيها ولا كلموني في هذا الموضوع. أنا قلت لهم لا يمكن نخالف اللوائح، وكان نبي نخالف اللوائح راهو نادي ودمي وعرقي راهو قاعد في الممتاز، وراني درس زي اللي داروا الاخرين ووصلوا ل 28 ووصلوا ل 30. انا نسعى لدوري واحد، انا نسعى الان لو كان يعطوني الامان في الدوله نبي ال 20 فرق تلعبها في مجموعه واحده لين نوصل بالفرق ل 16. انا مصر على هذا الموضوع، ولكن الظروف قاعده تسير وما زلت ماشي في هذا الموضوع. انا قايل الوعد، والوعد مع الله قبل الناس. انا لا يمكن نظلم الناس العام الماضي ونظلم الناس اللي بعدها، ولا لدرجه البيان بما يحدث في بعض المناطق وفي بما يحدث بعض المباريات وما يحدث مرات الناس. بالتأكيد في ناس غلط وفي ناس تنظلم غير، ولكن غير مقصود والنية ما هيش مبيتة. وأنا الواحد خلونا نحكم بالعامية، أنا بيني وبين نفسي وبيني وبين عائلتي والله عيالي وربي الظلم ظلمات. أنا لا يمكن يقدرني ربي أن يكون ظالم الحد وإلا نظلم حد، وهذا ربي يعلم والناس كلها تعلم. ودليل على ذلك زي ما يقولوا النادي اللي معاك والنادي اللي مش معاك، الأندية حتى والانتخابات ما كانت معي انا مثلا، ولكن هذه نفحت مسؤوليتي 120 نادي نهنيها وصح لها ورقت بعركها ورقت بمجهودها، والتوفيق للأندية الأخرى. الناس تستعد لموسم آخر لموافقات ربي، الناس اللي عندها تصفيات حتى من التصفيات الأمور ماشية. نحن ما صدرش منا رسالة، تواصل شامل حتى من الأعضاء، ما عندناش شيء مخفي ولا شيء تحت الطاولة. واضح. أستاذ عبد الحكيم، أعطيتك المساحة في البداية تتكلم بأريحية وبتوضيح مطلق للجميع، لكن الآن نبي إجابة على كل سؤال باختصار ومقتضب باش نتكلموا في أكثر من ملف وأكثر من موضوع. نبي نسألك مصير الدور السداسي أستاذ عبد الحكيم. ناس أندية تشكو قبل شوية، رئيس نادي الخمس لالي بنغازي، اللولمبي، غيرها من الأخضر، للنصر، غيرها من هذه الأندية اللي تأهلت وتنتظر في مصيرها واللي انتظرت تقريبا شهر أو أكثر دون أن تخوض مباراة رسمية. شني آخر ما توصلتوا له؟ نسمع في مصر، الجزائر، تونس، قطر، مغرب، أندية وكأن احنا يعني أصبحنا زي حوار السخيرات والزنيقة والحوارات متاع السياسية. علاش ما فيش رد قطعي وتوضيح نهائي؟ اولا ما تقارناش بالسياسيين والسخارات، مسخرات ولا متهالبه، ماشي متهالبه. انا نقول لك خلي مع احترامي الموضوع، اولا نحن في اشياء خارجه عن الاراده. اي نعم. ما عادش بنعاودوها من جديد، والملاعب والبنيه التحتيه خاصه في المنطقه الغربيه والاضاءه والتاخير والبرامج. انا شاعر بهذه الانديه ومصاريفهم. قبل قليل كنت حتى مع المكتب الاستشاري ما هو الحل اللي لازم نديروه حتى للمحترفين في موضوع تمديد لنهاية السداسي. الآن واصلين لمرحلة النهائية في السداسي، بكرة إن شاء الله متنقل إلى دولة لنلتقي مع 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 مسؤول الفار على طريق فيفا لاعتماد موضوع الفار واختيار قبل نهاية هذا الأسبوع، والتركيز النهائي ما بين الجزائر أو تونس. الأبرز منه؟ والله الجزائر نحن نبغى نحاول نلقوا ثلاث ملاعب ونلقوا تكون العدل والمساواة في تنقل الفرق، العدل والمساواة في الأرضية في الملاعب، العدل والمساواة في الحكام الفار اللي هم نحن، لأن نحن تواجه فينا بعض المشاكل. خلينا نحكي بصراحة. نعم. الأندية كل شخص أو كل نادي هو يدور في مصلحته من حقه. واحد يقول لك ما يحكموا لي مغاربة، واحد توانسة، واحد مصرية، نتعايش هذا الموضوع. ولكن نحن الآن تركيزنا 90 او من 90 80% بين الجزائر وتونس، وخلال يوم الثلاثاء القادم القرعه اللي حتقام لجنه مسابقات. اليوم انهت لجنه مسابقات اجتماعها منذ قليل وبلغت بنتائج هذا الاجتماع، وضعوا الرسمانه كامله بتاع الدوري السداسي وكذلك الحلول الخاصه بدوري الكاس، والامور ماشيه وسائره بشكل طيب الحمد لله. انا شفت الديربي رغم بعض المشاكل والضغوطات والتنقلات، وطلب طاقم تحكيم وجبنا طاقم تحكيم على حساب مصاريف على حساب نادي الاهلي طرابلس، لان المباراه له هو دفاع مقدما هذه المصاريف، والحمد لله طلعت لبر الامان. مبروك للي فاز، هردلك للي خسر، ولكن اجمل ما فيها الروح الرياضيه وما قال لي الحكم مباشره بعد المباراه بالهاتف، ان الحقيقه ما كانش متوقع هذا التنظيم الرائع من رجال الامن في المنطقه بالكامل واهل الجميل والملعب وكل المسؤولين. قال انا حقيقه مبسوط جدا جدا جدا، هذه نقله طيبه لنا وسمعه طيبه حتى في افريقيا ان شاء الله. واضح. بالنسبه للسداسي التتويج الحسم بالنسبه للدوله اللي حتختاروها متوقف على تقنيه الفار وامكانيه تواجدها ام ماذا؟ يعني
كيف حتختاروا؟ أولاً أنا هناك بعض المشاكل خاصة، وطبعاً أنكم موجودين في تونس وتشوفوا ما يحدث الآن في تونس من بعض المشاكل ونحن مشهورنا، ولكن بين الوزارة والاتحاد والمشاكل هذه كذا. الجزائر واجهتنا بعض المشكلة في استقالة الرئيس، وقاعد أنا على تواصل معها. قلت لك أنا إن شاء الله قبل نهاية أسبوع ما بين الجزائر، رسينا ما بين الجزائر وتونس، احنا قبل حتى المغرب، المغرب واجهتنا فيها البطولة النسائية اللي موجودة في شهر 7، فكرنا في الخليج لقينا الحرارة عالية، يعني في بعض حتى المشاكل، شخص لا لا لما تمشوا لمصر مش عارف في فلان، لما نمشوا لتونس في فلان، يا واقع واقع نحكوا فيه، لكن تو ما بين الجزائر أمتى البداية وأمتى حيكون انطلاقة المرحلة، مرحلة السداسي أمتى حتكون؟ ربما الاتصال انقطع بالسيد عبد الحكيم. عموما نسمع تعقيب من السيد عبد الرحيم لعندما يجهز مرة أخرى عن كل ما ذكر، لا هبوط، قطع وعد أمام الجميع بأن اللائحة وتطبيق اللائحة والنظام الأساسي لن يخالفه. والله هذا شيء رائع جدا حقيقة، حقيقة يعني وعد شيء ممتاز. يعني يجب من تطبيق الهبوط، لأن أي نص أي لائحة قيمتها في تطبيقها. دير لوائح العالم كله ما تطبقنش ما لناش معنا، وراه حقيقة هذا يعني تطبيق لائحة الهبوط راه عانينا منه في سنوات كثيرة سابقة في ليبيا، في الدوري الليبي في سنوات كثيرة ألغي الهبوط وصارت مجاملات، وتم يعني نتذكر في موسم تم تهبيط السواعد بالظلم، صح، في النادي السواعد هبط ظلم، وتم الغاء الهبوط لعيون انديه، يعني مش جديد على الكره الليبيه. والله نحن شو نتمنى؟ نتمنى كره كويسه، الكره الكويسه اداره تديرها اداره كويسه. انا ما زلت نقول باش نخلق اداره كويسه يجب. شنو مشكلتنا؟ مشكله الكره الليبيه خاطئ المنشات والدوله، وماهيش مشروع دوله بالنسبه للاداره، مشكله الجمعيه العموميه. انا نسمع في وجدين غير الاتحاد العام، اللي يعني اذا لم يتم تغيير الجمعيه العموميه وخلق جمعيه عموميه لديها رؤية ابعد غير الكولسه وغير الضغوطات. انا اسمع احترامي للسيد عبد الحكيم تكلم الان واجد، لكن انا نعرف ان اعضاء من الجمعيه العموميه مارسوا ضغط حتى على اعضاء اتحاد الكوره، استغلوا حتى بعض الشخصيات السياسيه في الدوله لممارسه الضغط. انا نعرف خلال الساعات الماضيه والايام الماضيه شخصيات سياسيه، نعم في بعض الناس تم اتصال بهم حتى باش تستخرج شخصيات سياسيه خشوا يا ودي نزيدك بالشعر بيت شخصيات عسكريه وين خشوا هذو؟ هذو شنو يبون؟ ضغوطات من اجل ان يلعبوا الغالب. لا دقيقه بشوي، شخصيات سياسيه نظموا البلاد وتكموا الشغل ولوا لنا حتى على الكوره تو بنظموها والله يا تو احسبها كيف ما فهمونا هذا اللي صار قصدي كيف؟ أنا نعرف. لا هذا واقع يا عادل، راه نعطيه راه رؤساء حكم يا عادل، انت قاعد في ليبيا من ليبيا ياتي جديد. انا احترم كلام السيد عبد الحكيم الشلماني انه هو يعني قال، لكن انا نعرف خلال الايام الماضيه كانت هناك ضغوط كبيره وما زالت قائمه هذه الضغوط لالغاء الهبوط. صحيح. وفي الاول كانوا بيمروا هذا الموضوع عن طريق جمعيه الاجتماع الزاويه، لما ما وصلش من اجتماع الزاويه الان حاولوا يلتفوا بطرق اخرى. صح. نعرف هذه دقيقه معلش باش نسمع علي بالله. انا بنحيي طبعا استاذ عبد الحكيم، اكيد نوجه له تحيه نيابه عن الجميع. خلينا نكملوا. لا ما انا في حاجه بنقولها له. تفضل. طبعا قبل كل شيء نقول الحمد لله على سلامته، انت سمعت به الرجل راه مر بوعكه صحيه. انا والله ما سمعت به، ان شاء الله لا باس عليه وان شاء الله طهورا، ونتمنى الحمد لله على سلامتك استاذ الحكيم. وطبعا صحته اهم حتى من كره القدم هذه الاولى. الثانيه مراد اللي هو معناه قال ما شكرتوش لجنه التنظيم وما شكرتوش لجنه التحكيم، بنقول له استاذ عبد الحكيم الدوري ما تمش باش نشكره. هو يتكلم على الدرجه الاولى ما تمش درجه وتم خلاص ركبوا الفريقين. ما فيش في مازال في الملحق يا مراد، كيف؟ ركبوا الظاهرة ولا نزلوا ولا كيف عرفنا؟ ولا الدوري نص هو تصفيات نهائية. لما تلعب المباراة يا مراد الملحق يكمل هي يعني بين ما فرضنا بين الظاهرة والخمس وبين شباب الجبل وفاق جنابية أنا نقوله وتنتهي أهلا نقول أهلا اسمعني مراد أهلا نقول للأستاذ عبد الحكيم نشكر لجنة التنظيم ونشكر اتحاد الكورة ولجنة المسابقات ولجنة التحكيم والأمن نشكرهم بالكامل. لما تموا مش معقول العرس ما تمش وانت تقول مبروك واضح. بعد يتم العرس ممتاز عاد خلينا نكمل نقطه اخرى مراد. انا تمنيت سالت في نقطتين باختصار. احنا مازال قاعد معنا ان شاء الله غير يرجع لنا في الحوار في الموضوع. متى واين الدوري السداسي؟ هذا مهم. سالت سؤال انت مش مركز معي. لا لا انت مركز معي. بالله شنو يا رمزي؟ قول له سالت ولا ما سالت؟ طولت الحديث. لا الوقت لا مراد الوقت ما ركزتش فيه. قعدتوا تمشوا في الحديث والملاعب والجزائر يا سيدي اول ما حيرنا موعد بالضبط اعطينا موعد محدد هذه الاولى. الثانيه الملحق هذوما زي ما لعب
مجموعة طرابلس في بنغازي وبنغازي في طرابلس يمشي بنفس الشيء، ملحق المنطقة الشرقية في الغرب وملحق المنطقة الغربية في الشرق، مش هيك نتفادوا جميع الشبهات. هذه أولا، ويعطينا نفس الشيء شباب الجبل والهلال تبها لا المواعيد لا المواعيد لما يتم دوري المجموعة الثانية هذا مباشرة حتنطلق المباراة الفاصلة بين مثلا الظهر والخمس شباب الجبل وفاق جدابية، وفي الملاعب زي ما قلنا الشرق في الغرب والغرب في الشرق. هذه النقاط المهمة واضح. أيوة معنا يعني. معنا للأسف حيكون معنا عبر الهاتف مش بسكايب أكيد سيد عبد الحكيم الشلماني. كنت سألتك على المواعيد أستاذ عبد الحكيم، قلت بأن لجنة المسابقات عقدت اجتماع اليوم وحددت مواعيد ومقترحات لذلك، أمتى الانطلاق لسداسي التتويج؟ بإذن الله يوم 2/7 حينطلق، حيتم يوم 15 وضع الترتيبات النهائية. الآن قلت خلال اليومين القادمين أنا متنقل ما بين الجزائر وتونس لإنهاء بعض المشاكل التقنية، وإذا كان في إمكانية لمشاكل الفار وبعض مواضيع التحكيم، وفي تواصل حتى مع الاتحاد العربي لاستجلاب بعض الحكام عن طريق الاتحاد العربي، والأمور قاعدين نرتبوا فيها في نهائيات إن شاء الله. حيكون بالفار ضروري السداسي ولا بدون؟ والله نحن نحاول بقدر ما نستطيع، وطبعا الجزائر مش موجود فيها فار وما فيهاش حكام فار اصلا. تونس انت عارف في بعض الانديه محتفظه عليهم وعندهم حتى هم مشاكل، نحن عندنا تقريبا 3 حكام بس بالفار، ولكن في برنامج ان نحن نديرين حتى دوره سريعه لبعض الحكام الدوريين مع توافق بعض الناس المتخصصين بالفار لبعض المباريات. اذا كان وجدنا صعوبه في ذلك انت امس الحمد لله يجوز مباراه ثانيه طرابلس والاتحاد اللي هو ديربي أو مشابه حكم ممتاز ومشابه غيره، لكن البطولة لازم تتم إن شاء الله. طيب الناس اليوم تقول سيد عبد الحكيم الشلماني وين يشوف في الدوري السداسي وين؟ بعيدا عن الجزائر وتونس نبو حاجة هيك حسم نهائي، لأن الناس أو أسبوع الجاي أو بعد يومين حنحددوا أو حنجتمعوا أو حناخذوا رأي الدولة هذيك. يا أخوي الدوري مازال ما تمش، حتى ما بانوش حتى 6 فرق. أنت بانا في المنطقة الشرقية وممكن بانا في المنطقة الغربية فريقين ولا فريق، مازال ما بانش هو ما يتم الدوري يوم 27 ولا 28. أو يوم تواجهتنا بعض المشاكل في قاف دوري والله في كذا. احنا اما مثلا فرضنا يا سيدي قلت لهم من اليوم هو الجمهور حيلقى الموضوع متحل على حسب الوقت اللي قلت لهم عليه انا والله قلت لهم عليه مجلس الاداره. فخلال الايام القريبه خلاص يعني قلت لك خلال قبل نهايه الاسبوع هذا حتى حنلقى الدوله اللي تستضيفنا. كل مره نتجه اتجاهنا القطر ردت علينا بالاعتبار في اخر لحظه. اتجاهنا للمغرب لقينا فيها بطوله في اخر لحظه. توجهنا مع الخليج لقينا الحراره عاليه جدا جدا. احنا قاعدين نتواصلوا مع الناس والناس ما تردش علينا يعني. كاين هذه سببها شنو؟ قلت البنيه التحتيه اللي عندنا مش مني انا، مش بسبب كره نديرها في ليبيا، لكن علي هنا ما تطلعش خارج ليبيا ولا نبيها تلعب خارج ليبيا اصلا يعني. لكن في ظروف خارج اراده حكيم الشماني ومجلس الاداره مش مني انا. نعرف ذلك صحيح صحيح. اعتمادات واحد يقول لي لا خاطب الوزير، خاطبنا الوزير، الوزير خاطب الوزير، قال له عندنا بطوله في البحر الابيض، واحد يقول له عندنا في الدوري، واحد يقول له عندنا مشاكل في الوزاره والاتحاد. راه في ناس خارجه، في اشياء خارجه على ارادتي راهون. واضح. بالنسبة للجمهور أستاذ عبد الحكيم في حال أن أقيم في أي دولة حتفتحوا للجمهور ولا بدون جمهور؟ هذا سؤال يسأل الجمهور الكريم أكيد. لا بإذن الله حتكون بجمهور، ولكن تكون بطريقة تناسب وتناسب منظمة بين الفرق كلها بطريقة منظمة إن شاء الله بإذن الله. قاعدين ندرس في الموضوع هذا. نحن كرة القدم أنا على قناعة كاملة، أنا مانيش ضد جمهور. كرة القدم بدون جمهور مالهاش طعم، زي ما قالوا الأخوة الأستاذ المحترمين اللي معاك، كرة القدم مالهاش طعم بدون جمهور أصلا. المبلغ اللي خصص من قبل حكومة الوحدة الوطنية قرابة 5 مليون دينار، هل سيلت لاتحاد الكرة أم لديكم مشاكل أو ربما انتظار في القيمة؟ والله بكرة إن شاء الله في تواصل مع وزير الشباب والرياضة، في تواصل مع الحكومة أن بكرة حتسيل القيمة ويتم برمجة تنظيمة كامل، الفنادق، المواصلات، الحكام يكون برا، اذا كان في فار يبي اجار حتقسم بطريقه عن طريق الناس الماليين، لان انا الامور الماليه بالذات لابد تكون فيها ضبط وربط وتسويتها حتى مع الحكومه بعد ما تتم يعني. واضح استاذ عبد الحكيم. بالنسبه للملحق امتى حينطلق؟ احنا ما قلت لك البطوله كيف انا ندير ملحق وما زال ما كملش مثلا سواء الخص ولا اي نادي من النوادي، ما نقصدش اي نادي يعني. مالي نكبس وتوضع عندي وبعدين انا نحدد نفس الطريقه سواء في الشرق في الغرب والغرب في الشرق، والا في ملاعب محايده. المهم بالتاكيد حتكون ملحقه ومتواصله ومتوازيه مع نفس الدوري، حينتهي في وقت واحد يعني.
طيب الناس اليوم يتسألوا يقول لك احنا بنتموا معناها ديما في نهاية سبعة وفي أواخر الأيام من شهر سبعة، الموسم الجديد امتى حيكون؟ احنا بإذن الله تعال اتفاق المبدئي بإذن الله تعالى في بداية سبتمبر في جلسة مع الإدارة الفنية ومع أعضاء مجلس الإدارة ومع الأندية، نحن إن شاء الله غير ما تعرقلناش العراقيل السابقة هذه تاع الملاعب، تو نحن لازلنا نعانوا في مشكلة ملاعب الأندية وما زلنا نلعبوا في الأندية، والسنة واجهت أكثر من مشكلة البنية التحتية يا جماعة في رمضان تواجه فينا مشكلة في الإضاءة، الإضاءة ما كانت صحيحة حتى في ملاعب الأندية، راه فيها شيء احنا غير راضيين عليها، ولكن مرغمين علمنا لازم يكمل ولازم يمشي، ولكن راه نقول لك شيء، راه تونس في المراحل الأخيرة، الجزائر ما زالت ما تم، مصر ما زالت ما تمت، رانا ماشي موازيين رغم الظروف، نحن لو كان تمشي الأمور بالصورة الطبيعية في البنية التحتية وفي الأندية ويساعدونا ويتباعدوا على المصالح الشخصية للأندية تمشي بسرعة، ونحن راحنا نبنيها. احنا حتى بناخذ اجازات حددنا حتى التعب الشخصي يعني. احنا نبدو نراقبوا امس، انت عارف الشهر هذا بالذات شهر صعب بالنسبه لاتحاد الكوره السباعي، الاواسط النهائي اتحاد مصراتة منذ قليل وصلني خبر ان اتحاد مصراتة تحصل على بطوله الاواسط والشباب. الدرجه الثانيه امس كيف انتهت على مستوى المناطق، جزء منها في المنطقه الشرقيه وجزء في المنطقه الغربيه. الكاس، الدوري الممتاز، الديربي. طيب الكاس شو المستقبل؟ حيستمر وحتكملوا فيه ولا حيتم الغائه؟ لا الكاس انا تو كنت من لحظات بعد ما تم الاجتماع قبل ما تواصل معكم انا حيحولوا لي بعد قليل الاجراءات يتم نقاشها في مجلس الاداره القادم، انا وضعوا خطه ان الكاس باذن الله حيكمل يعني. طيب نبي نسالك في امور اخرى غير الدوري لو في امكانيه زيد عبد الحكيم، تتعلق بالمنتخبات الوطنيه، نبي نسالك قبل كل شيء اليوم بعد كل فوز ولا بعد كل خساره الجمهور يعاود ويتساءل، احنا شن نبو بالضبط مجلس اداره اتحاد الكره شن يبي من المنتخب ومن الطاقم الفني الموجود الان بقياده مارتينز؟ اولا انا والله في حيره حتى مع الناس، وفي مرات نكون في حيره وفي خلاف مع بعض من الساده المحترمين الموجودين معك. انا ما اعرفش نبني باش نبني ونبدا من قاعده زي ما صار مع الجزائر في اختفاء 10 سنين، والله ما صار توا في مصر من مشاكل الهبوط اللي صار، نعتمد على شخصيات ولاعبين بعض اللاعبين الكبار او نبي نتائج ولعبه حظ زي ما يقولوا زي لعبه الكارطه، نجيب كبار خسروا وفازوا، ونحن توا نعدوا حتى في لائحه خاصه باللاعبين في المنتخبات على عدم الالتزام، راهو في حاجات حنحكي فيها بصراحه غير تم الدوري، رؤساء انديه ما يبغوش في لاعبين، خايفين لما يمشي هذا يتعاقد، خايفين بعض الرياضيين مع احترامي منهم ما همش ملتزمين، بعض الرياضيين انا نقول لك والله لو كان نطبقوا الصح والله نلعبوا بجيل جديد من الشباب ويتحملوا معي الليبيين جزء كبير من اللاعبين، نقول لك حاجه قريب يستقروا حتى على اتحاد الكوره يعني. قعدنا ما نقول نكلموا فلان باش ما يقولوش والله حكيم بعد بن علي، حكيم بعد صالح، حكيم بعد مش عارف من، الا في اشياء والله ماني راضي عليها حتى من الرياضيين بصراحه يعني. في اشياء لابد من الالتزام، تو الان انا عن جلسه شهريه حولت لها النظام، حيتعاقب كل رياضي يغيب، حيتعاقب حتى على المنتخب حتى على الفريق نتاعها، حيتعاقب في ليبيا، حتكون في غرامات للخساره وللفوز، حتكون في مكافآت، وعن موضوع التذاكر والبزنس والشروط اللي يجيبوا فيها بعض الرياضيين يعني. نحن المره الماضيه سواء المباراه اللي لعبناها في بنغازي ما توفر، ولا غينيا رغم المرض والظروف اللي صارت في الصحيه الصعبه اللي تلقت ممكن في حاله صعبه جدا، ومشينا معاه ثلاث اربع ايام، وتعبنا احنا فرحانين ان خسرنا ضد غينيا وما صار في غينيا وما صار من الكواليس وما صار من المشاكل، لا ولا ليبي لعب كل مباراه يخسرها المنتخب الليبي ممكن ينقطع جزء من قلبي ولا من كبدي كيف الليبيين الاخرين. واضح. استاذ عبد الحكيم نبي نتكلم على ملف اخر، الهلال وشباب الجبل لتوا ما فيش حسم، ما سالتش اللجنه اللي شكلتوها علاش تاخرتوا؟ لا 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 خلال يومين القادمين شكلنا لجنه، واللجنه الان موجوده، وصلت اللجنه الى القران اعتقد يعني قران ربي ما فيش بعدها ولا لا، ان كل شخص بالرغم ان في اشياء في كره المفروض ما تكونش انه يحط يده على القران ويحلف على القران بما صدر وبما صار وبما كذا. الان وصلني اخبار منذ قليل اللجنه في المراحل الاخيره، وعلى ضوء هذه اللجنه حتحال ما تسمع من الحكام والمراقبين والمراقب السري وما والشخص اللي تدخل من الجمهور والامن
وكل ما يعني الموضوع إحالة الملاعب فيما نقلوه من كلام بعد وصلنا به الحل في القرآن الله، وإن شاء الله خلال اليومين القادمين هذا الموضوع حيحصل. طيب أستاذ عبد الحكيم، الناس ما زال تسأل، وأنا تو معك على المباشر، ويقولوا لي نبو موعد أمتى السداسي حينطلق ووين الأقرب؟ ما زال ما اعطتناش. السداسي عميتك بوعد، قلت لك 2/7 بإذن الله تعالى، قلت لك يوم الثلاثاء القادم الجرعة، حتى الفرق مثلا اللي ما زالت ما طلعت هي معروف رقمها رقم 1 مع 2 التنظيم اللي خاص فيها بداية المسابقات. يوم 2/7 خلال نهاية الأسبوع هذا ننقل ما توصلت. طبعا نحن حتى الدولة والرياضة والوزير نرى في الجزائر أبعد مشاكل. ليش؟ خلناك معك بصراحة بعامية يعني. الفرق في الشرق يقولوا تونس أقرب للغرب، والفرق في الغرب يقولوا مصر أقرب للشرق. فهم خلناك بواقع، خلناك بواقع بما يحدث معي من المشاكل. ومشاكل الجمهور وحيضغطونا وحيديرونا وحيهدونا وحق. نحن الآن قلت لك الآن في تواصل مباشر خلال ساعات، وجهتنا اللي تواصلنا مع رئيس الاتحاد الجزائري، تكلمت معهم كم يوم تو خلاص امس قبل الاستقاله يعني، حتى من فريق الاتحاد الجزائري تواصلت مع وزير الشباب والرياضي ساعات متاخر البارح، وتواصلنا مع الوزير قال له بكره الاحد نعطيك النتيجه النهائيه في هذا الموضوع وحسب الامكانيات اللي عندنا، وبعثوا لنا حتى الملاعب وبعثوا لنا الفنادق. انا الراي حتى في الفنادق، ما نقولش واحد قاعد في فندق راقي ولا هذا لان هذا وهذا لان فريق كبير وهذا فريق صغير، انا سته كيف بعضهم من الدنيا. تنحاول ندوبوا الخلافات زي ما درنا في السباعي للدرجه الاولى ونسكنوهم في نفس الفندق مع بعضهم كان حصلنا. والله انا امنيتي يطلع في طائره واحده ويرجع في طائره واحده، تبادل الشكر وفرق الدرجه الاولى رغم اللي زعلان ورغم اللي كذا، لكن اقسم بالله كانوا في المستوى ما كنا متوقعين هذا الموضوع. وطبعا وراه ناس حقيقه يعني تحل في المشاكل، وراه ناس الامن، وراه المناطق والاستقبال. الغرب كلهم مفروده زي ما نقولوا بالباديه في الشرق، والشرق كلهم البنزين في الغرب، وقاموا مع بعضهم وجلسوا مع بعضهم، والبارحه الانديه رتب في طائره واحده. نعم، بالنسبة لجزئية السداسي أستاذ عبد الحكيم، تكلمنا على مواعيد، أعتقد بأن في مخاوف من الموضوع الإفريقي، المشاركات الإفريقية، القيد وغيرها من هذه الأمور، شنو ترتيباتكم أنتم خصوصا أنكم خاطبتوا الأندية اللي تأهلت رسميا والأندية اللي على أبواب التأهل أو ممكن قريبة من التأهل بأنها تجهز ملفات الرخصة؟ هي طبعا هذه الرخصة دائما تجهز في كل أشياء، في شروط لمشاركة أي فريق، وإن شاء الله أتمنى أن نكون بأربع فرق في السنة على ما قدمه الأهلي والاتحاد ومن قبل الأهلي والنصر وكذا، حاولوا إن شاء الله يعني. أنا ما زلت إلى الآن في تواصل، ولكن خليني أحكي معك بصراحة، الأيام الماضية هذه كلها كل جهدي داخل ليبيا في المسابقات، الحمد لله اللي انتهى جزء منها أمس، سواء الدرجة الثانية أو وسط اليوم أو الدرجة الأولى أو الديربي، ولكن الآن هذا الملف الآن حيكون مفتوح مع الاتحاد الأفريقي لموضوع الموعد أسوة بالدول الأخرى، ولكن بإذن الله حنكون في الموعد في المشاركة. إذا كان مجلس الإدارة رأينا الكاس حيتم كبطل الكاس، ومرات يكون بطل الكاس من ضمن الستة أو الأربعة اللي طلعت، مرات مش عارف الحظ يكون عند من، ولكن مرات إذا كان تأخر ممكن الفرق الأربعة الأولى الأول والثاني والثالث والرابع يشاركوا وبطل الكاس نعطوه سواء في البطولة العربية وإلا ياخذ بطولة الكاس داخل ليبيا، ومرات يكون هو نفس الفريق اللي هو مشارك من ضمن الأربعة ولا كذا. هذا حسب قرار مجلس الإدارة في الاجتماع القادم بعد ما نحدد موعد الدوري إن شاء الله. شيء آخر أستاذ عبد الحكيم، الناس تقول قبل كل موسم علاش ما نحطوش ضوابط واضحه للجميع؟ ما يجيكش نادي لا يبي اجل، لا يبي طاقم تحكيم اجنبي، لا نبي نركب قرار، لا نبي نلغي هبوط، كل هالفزورات اللي تتكرر في كل موسم، علاش ما نضعهولهاش حل نهائي وقرار ثابت من البدايه؟ راهو هذه هي اللائحه، وهذه الايامات اللعب، وراهو الافريقيه حيشارك فيها الاول والثاني وما الى ذلك، الكاس صاير منا، الكاس مش صاير منا، كل هذه الامور علاش ما تحسمش بشكل نهائي قبل انطلاق كل موسم باش نطلعوا من هالقصص اللي نعيشوها اليوم؟ والله اقول لك حاجه، خلينا نحكي معك بصراحه، احنا عندنا خلل في اللوائح السابقه والان اعاده تنظيم من جديد، عندنا مشاكل صح الحقيقه حتى في النظام الاساسي، والان في خطاب مع الفيفا في ان نحن طالبين منا ان نحن نطوروا ونقدموا لهم ونكونوا في خط متوازي مع النظام الاساسي الخاص بالفيفا. هون انا ما بقولكش ما فيش اخطاء، احنا بالتاكيد راهو العمل حيكون فيه اخطاء واللي يعمل هو اللي يخطا، ولكن راهو في اشياء خارجه على ارادتنا، لما تجي في لحظه
يسكروا مطار، لما يجي في لحظه يوقف ولا يهرب منك مدرب، لما يجي في لحظه تصير مناوشات ولا حرب، لما تجي في لحظه يوقفوا المباريات في خارج ارادتنا. احنا ما كناش نتكلم على شخص ولا نخلق وفتنا الان ما بين الليبيين في الشرق والغرب، احنا لمينا الشمل عن طريق الدرجه الاولى والممتاز، فنحن نرى الموضوع في اشياء تلوموا علينا فيها، وفي اشياء يتكلموا عليها الناس ما هم شعارين بالنار اللي هم موجودين فيها. احداث تتغير مع الوقت اللي نحن نتمناه في لحظه تستقر، تقعد كيف الدول اللي هي مستقره في مواعيد ثابته. انا يهمني الموعد الثابت، انا يهمني بالمواعيد، ويهمني حتى اللائحه تقول والله اذا كان المنتخب خذوا منا لاعبين يلعبوا، اذا خذوا منا ثلاثه يلعبوا. لكن العام الماضي واجهتنا حتى بدايه الدوري وعديك منشو، تعطلنا تقريبا ثلاثه اسابيع من بعض الانديه لما يسموا لك 10 انديه ويقول لك والله ما لناش لاعبين. يا خلينا نكونوا صريحين، انا ننزل 10 انديه برا واحده يعني، وما عنديش حتى 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 اللوائح السابقه مع احترامي للناس ما زيدتش عليهم، لكن اشياء خارجه عن اراده وتبي تنظيم، وباذن الله احنا ماشيين فيها يعني. لكن الناس ما خلوناش يعني، صارت ان حتى تو من علي ليك منتو نظموا صارت الجمعيه العموميه ثلاث مرات باش يبوا يديروا كذا كذا، تو اشاعات نزول وماني عارف من واللي جرد واللي بيكلم واللي يدير وكذا، ما عطوناش فرصه الشغل، ما قعدنا نشتغلوا على المشاكل اليوميه، قعدنا نحلوا زي الشيخ بتاع القبيله اللي حل في مشاكل بتاع عيال الضاربه وعيال كذا. انت تو المفروض يحطوك رئيس لجنه العيان يا سيد عبد الحكيم. والله هذه ليجا، والله نقول لك حاجه، والله نقول لك حاجه في المراد، انا ما مبالغش وما زيدش يعني، انا جات على حساب وصلتي وعائلتي وانا كنت حتى مريض في فترة ومرض ان شاء الله اكيد اتمنوا لك السلامة والشفاء يا رب العالمين. والله سببها واحدة من الدكتور قال لي راحة ثلاث شهور حتى التليفون ما نقدرش نسكر، اللي ما تردش عليه شكرا ولا يدير لك العلامة بتاع اللي يدير فيها اللك هذه ولا الكلام، اللي ما تكلمه اللي يجيك في الحوش. انا راجل بدوي متواضع ومتقبل الجميع، لكن راجل حل في مشاكل ما نقدرش احكيها لك في الإذاعة يا رجل، والله ما نقدر احكيها لك. باي نبي نسألك سؤالين باختصار باي وجاوبني باختصار. اليوم الجمهور الرياضي يتكلم عليه لاعبين ينشطوا في الخارج، علاش ما تشكلوا لهمش لجان وتستقطبوهم للمنتخب الوطني؟ علاش ما تجنسوش لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني؟ علاش ما تستجلبوش إدارة محترفة وخلينا نقولوا تطور كرة القدم والمنتخب على وجه الخصوص، تضع له برنامج ورزنامة خاصة؟ جاوبني على الثلاثة الأسئلة هذه. وفي الأخير نبي نسألك دائما، يقول لك أي مسؤول لو يعرف أنه هو المسؤولية أكبر منه ولا ما يتحملش الضغوطات والمشاكل، لماذا لا يتوجه بتقديم استقالته؟ أخوي براد، أولا نجاوبك اللي قلت، كلمت واجتمعت مع المدرب وطاقم المنتخب الآن، نعدوا في ملف حتى اللاعبين اللي خارج ليبيا ولا بد من التواصل معهم مباشرة، وكذلك نفكروا في استجلاب خبراء مثل مصر، سواء خبير تحكيمي خاص ولاصق بالحكام اللي صار نشكرهم ونقدرهم باللي زنتهم خاص، ودورات في الاداره. ما قلت لك نحن يعني راهو جينا ما نبيش نقول تركه ولا نقول مشاكل ولا نقول، ولكن قلت لك ما خلوناش نشتغلوا، ولكن اللي تقول فيه كله الان موضوع اللي تقول فيه كله الان ندرسوا فيه، تواصل مع مجلس الاداره لوضع برامج وخطه كامله للتطوير حتى اللي يجي بعدنا يلقى الامور كلها مرتبه. الشيء الاخر يا اخوي ما لازم نقول لك، رغم ما تقوليش اكبر منها اكبر منك ما اكبر منك، هذا موضوع انا متحمل فيه المسؤوليه، عندي ثقه بنفسي انا واعضاء مجلس الاداره ان نحن اللي لا حد ياخذها ونسيروا فيها، والبطولات ماشيه كلها، الممتاز الاولى الثانيه الاواسط المنتخبات مشاركه كلها، او يعني من لحظات كان عندنا الخماسيات اللي المفروض تتبعوها حتى انتم تشوفوا اخبارهم، ان في بعض من الرياضي كان عنده مشتبه ان عنده كورونا ووقفوا حتى الفريق، والان داروا لهم فحوصات من 10 دقائق، وانا معاك جاتني مكالمه ان الحمد لله الاخبار تبشر بخير بعد بالساعه، بعض الناس اللي عندهم كورونا والمشاكل اللي موجوده في السعوديه، يعني عندنا منتخب الشباب الان يبي معسكر حتى هو الان يجهزوا فيه له باش يشارك في البطوله العربيه القادمه، منتخب ال 17 حتى هو ماشي وحيشارك، المنتخب الاولمبي ممكن يطلع في دوره خارج ليبيا، يعني ماشيين في خط متوازي مع الكل، يعني مش نقدم استقاله. انا قلت من قبل لازم نقولها، قلت لك انا نموت وانا واقف، يعني انا قادر، انا قادر ومتحمل المسؤوليه، ما شكيتلكش، قلت لك والله فرضوا علي ورغموا، يعني لا يفرض علي حد،
وانا لما نقول لك الانديه سواتي الانديه سواتي هذا الانديه اذا كان في نادي كبير فرض عليه نحن نطبقه فيما موجود عندنا ونطبقه في اللوائح على الجميع ونطبق في بعض المشاكل الجنائيه تراكمات سابقه وليبيا هذه كلها انت ليبيا في لحظه خلينا نحكي ليبيين مع احترامي كامل وتقديري وشباب وعارفين كم حادثين وناس واعيه وناس متعلمه وناس خبراء اللي معاك موجودين نحترموهم لكن رانا في ليبيا خلينا ما نضحكوا على بلادنا برا ونشروا ما يصير يوميا بخلافات وميزانيات وما عرفنا نقول لك حاجه توا لا عاد عرفنا من نشكر لا عرفنا من اللي جاي لا عرفنا من اللي قاعد لا عرفنا من اللي سته رانا ليبيين كيف تجيب كبره مانيش عارفين وضع البلاد وين ماشي مانيش عارفين وضع البلاد وين ماشي الموافقات الامنيه خاصه بالجمهور اللي يلوموا فيها الاهلي ولا يلوموا عندهم خبراء وعندهم تقارير الفيفا امس فاجاتني على موضوع المبنى اللي الان عندنا فيه مشكله ما تندرش عليها المبنى الراجل يطالب ببقيه فلوسه والله يبي يخرجنا من المبنى الفيفا تبي شهاده عقاريه الدوله موقفه التسجيل العقاري باعت اول جندير انا ما تسجيل عقاري خطبت الحكومه فجأتني امس ان عندها محامي خاص داخل ليبيا ما ندروش عليه يعني في برا عنده عيون داخل ليبيا والامم المتحده وتاخذ تقارير امنيه وتاخذ في اشياء مباشره عندها كل صغيره وكبيره نعم تاخذ كلام حكيم الشماني تاخذ كلام الاعلام واضح استاذ عبد الحكيم نبي منك رساله اخيره الناس تبي تحلم الان وتبي تعيش على واقع حقيقي هل من خطة وهل من هدف وهل من مشروع واضح نقوله بأن ليبيا ستصل لكأس أفريقيا في السنة الفلانية ليبيا حتنافس على التأهل لورقة كأس العالم في السنة الفلانية ولا الأمر متروك للظروف وللصدفة لا 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 مش متروك للظروف والصدفة وفي خطة قلت لك مديورة والآن عندنا حتى المدير الفني الان عندي لما نرجع على طول حنرجع على طرابلس نبي نشوف الخطه الكامله للقادم بالكامل والخطه الكامله لعدد المنتخبات وفي تواصل ما بين المدرب مباشره اللي حيكون موجود في السداسي هو والطاقم بتاعه وطموحنا ان نحن طبعا الشام حنقدموا فيه شيء حيكون في المستوى رغم ان هناك افكار ان محضر يشاركوا حتى بالفريق الاولمبي أو إذا كان سمينا بهذا الشكل إذا كان نحن نبغى نعده الأولمبي عاده وما شاركناش في 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 بطولة الألعاب البحر المتوسط يا أستاذ عبد الحكيم والله نحن طبعا حاطين مدير فني وأنا عندي حتى تقرير عن المدير الفني أن المشكلة أن اللاعبين اللي في المنتخب الأولمبي أتوا موجودين حتى في المنتخب اللي يلعب في السعودية اللاعبين جزء منهم كبير قاعدين يلعبوا في الدوري الممتاز سواء من الأولمبي ولا الشباب ففي تضارب في بعض التضارب ونحن ما نبغوش حنكون معك سريع يعني حتى الناس ما ترضى بالنتائج بالشخص ضد اسبانيا ولا فرنسا ولا ايطاليا 4-5-6 حيتهجم عليها لا عدم هالفين صغيره ولا عدم هالفين كبيره ولا عدم خساره يبوا في نفس الوقت يبوا فوز ويبوا منتخب كويس ويبوا شباب ويبوا خطه في نفس اللحظه يبوا كلنا مع بعض المجلس مع بعض لا يا سيدي تعرف استاذ عبد الحكيم ما هو الضمان اخذها مني انا دير مشروع وبرنامج واضح للجميع وفي نقاط واضحة وبمواعيد وتواريخ وانا نضمن لك الشارع الرياضي انه حيمشي معاك في الرؤية اللي انت وضحها بس ما تخليناش لا عايمين لا لا يا اخوي مراد خلينا نكون صريحين تقول لي نضمن لك الضمان هذا ما عادت نضمن لا لا الناس وصلت لقناعة وصلت لقناعة حقيقية قال لك اعطيني مشروع حقيقي ونضمن الوصول يعني اعطيني مشروع انا نقول لك تو في اسماء في اسماء في المنتخب خلاص يعني مع احترامي وتقديري سواء في السن ولا شبعت ولا تكبرت ولا يبوا اشياء كذا لو نبدا بشباب ونبدا نخسر المباريات 4-5 ونخسر برا ونقول تصنيف ونقول كذا يا راجل نحن لعبنا وشوف التحليل كان في غينيا وكان الشوط الاول ممتاز صار الظروف خارج عن الاداره ما نقدرش نقول عليها توا في غينيا والضغوطات اللي صارت على طاقم التحكيم ومن دخل عليه والمشاكل اللي صارت وصارت مع الاتحاد الافريقي ولا في مشاكل حتى على اللجنه عندنا اجتماع مجلس اداره للمكتب التنفيذي دايرين مشاكل كبيره وموجودين نحن كليبيا لنا اسم مشاكل كبيره حتى على اللجنه ممكن تحول في جره اطار هذا الموضوع لجارتها وحتى المباريات القادمة أنا مع المشكلة هذه ما فيش ضمان للناس الناس اللي تفرح الناس اللي الناس يوم اللي خرجت ورأينا رجعنا حبه في كأس العالم رغم أننا نشوف فيه بعيد مع مصر ونشوف في مشاكل مصر الآن والسنغال ولا ما حدث في الجزائر وإمكانيات الجزائر وبني التحكية بتاعها والثقافة بتاعها حتى بالثقافة هل نحن ثقافتنا نفس الجزائريين اللي مستعملين فرنسا نحن استعمرتنا إيطاليا استعمرتنا 100 عام لا يا رجل
نحكم به صراحه يا اخي مراد. نعم، شكرا لك سيد عبد الحكيم، بارك الله فيك، نشكرك على رحابه صدرك اكيد، وبارك الله فيك. شكرا كباتن، ما فيش تعقيب للاسف الله غالب، والله ما عندنا وقت، والمخرج يقول لي تايم اوت. لا 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 خلاص، انا وجهت رساله باختصار بالله عادي، بس لان الناس راه عندنا التزامات اخرى. انا اسمع، تحدثت معاه، مباراتنا احنا والسودان براج، قلت له العب بمنتخب جديد، واضح تصفيات كاس العالم، نلعب بمنتخب جديد لان مش خشيت كاس العالم ان شاء الله خير. قالوا لا بنلعبوا بالفريق الاول ونبوا كاس العالم. شكرا. الان لا خشينا كاس العالم، هذه هي نبو رؤية، وإن شاء الله القادم أفضل. سامحوني علي ورمزي والأستاذ عبد الرحيم وعادل، إلى الملتقى أكيد مشاهدينا في قادم مواعيد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.